عقل كالأرض، العقل كالأرض، الأرض التي تزرع إذا تركت مدة كبيرة بدون زراعة وبدون سقي فإنها تبور، تمام؟ فإذا ما جئنا لنزرعها بعد تركها فترة من البوار هل تؤتينا ثمرات طيبة في أول زرع لها أم تحتاج إلى زراعة كثيرة، يعني مرة بعد مرة، تحتاج إلى مرة بعد مرة؟ كذلك العقل البشري، نحن أهملناه، حصل عنده عملية تصحر، أهملناه من الفهم، أهملناه من الحفظ، أهملناه من تعويده على قراءة الساعات الكثيرة، فأصبح هناك ملل، أصبحت هناك سآمة، أصبح هناك عدم صبر على الكتاب، لم تصل بعد إلى المرحلة التي أنت فيها تشعر بلذة في المطالعة، بلذة في القراءة، بلذة في العلم، بلذة في معرفة هذه المعلومات. أنا أقرأ وأنا متغصب وأنا ألح على نفسي وأنا في الأمر فيه مشقة كبيرة على نفسي، ده كله ليه؟ هذا كله لأننا لم نتعود هذا، لم نعش هذا، لم نحيا هذا. وأنا قلت لكم من قبل إن العلم حياة، يعني لابد أن تعيش العلم ولابد أن تحياه، فإذا ما عشته وحييته أحسست بلذته وأحسست بمتعته وذقته، وهو ده معنى قول العلماء القول المشهور: من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، وشرف العلم فوق كل شرف. أخذ بالك، وهو ده معنى قول الإمام النسفي حينما كان نائما وخطرت له خاطرة حل بها إشكالا معينا في ذهني، فقام يرقص في الحجرة فقال لزوجته: أين الملوك وأبناء الملوك مما نحن فيه، أي من اللذة التي أنا فيها الآن. وهو ده معنى كلام الزمخشري حينما كان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدام الساقي. شوف ازاي، يعني مجرد سهره لتنقيح العلم وتحريره وتدقيقه بيقول: ألذ لي من وصل جارية، لأن أقضي ليلة مع جارية، وطيب عناق تعانقها وتعانقني. أخذ بالك، وتمايلي طربا لحل عويصة، يعني إيه؟ أنت نفسك وأنت تقرأ وفي مسألة معينة أو سطر معين أو كلمة معينة لا تفهمها، ثم فتح الله عليك وفهمتها، ماذا تفعل؟ تتمايل، يا سلام، وتهتز كده. شوف هو بيقول كده: وتمايلي طربا لحل عويصة، هي المسألة العويصة الصعبة المشكلة، أحلى وأشهى من مدام الساقي، من أن يأتي ساق يسقي الناس، تمام، شرابا في مجالس الأنس والسهر وما إلى ذلك، هذا ألذ لي بكثير من لذة هذا بما يشربه ويتناوله. أخذين بالكم؟ فهي المسألة مسألة تعود، وكما قال القائل: وعادة المرء في دهره ما تعود، وعادة المرء بكل زكى مولانا. يا كاميرا شغالة؟ لم يخبرني بأنها شغالة. ها؟ لم يخبرني بأنها شغالة. يمكن هيمزح في الأستاذ. يعني نبدأ؟ تفضل سلام. أشكر وزير. بس ما بوصي شوية مشكلة في معلومات كده. تكلمت معلومات مهمة خالص. طيب خلاص. مهمة ولا مش مهمة؟ مش مهمة؟ مهمة جدا كمان. أنا عايزها مهمة امتياز. يعني مع مرتبة الشرف. فالعقل يا جماعة إذا ترك وأهمل تحدث له عملية تصحر علمي. الأرض حينما تترك وتهمل من الزراعة يحدث لها عملية تصحر، تصحر الأراضي الزراعية. يعني أنها لم تصر ولم تكن مؤهلة الآن للزراعة. لم تتحول إلى التأهيل هذا. فإحنا لابد أن نؤهل هذا العقل. نؤهله بإيه؟ كما قلت لكم، بالصبر على المطالعة والصبر على التكرار. نكرر كثيرا. لسه كنت أقرأ في ترجمة أحد الأئمة بالأمس من علماء القرن الثامن الهجري تقريبا، اسمه الزريراتي. طالع المغني لابن قدامة المقدسي، المغني في فقه الحنابلة، تعرفونه،
أخبر عن نفسه أنه طالعه 23 مرة. شوف إزاي ده عدة مجلدات وقرأه 23 مرة حتى كان يكاد يحفظه. تمام. وأنا أخبرتكم من قبل بأن هناك كثيرا من العلماء من كان يطالع الكتاب الواحد 10 مرات و50 مرة و100 مرة، بل إن هناك من قرأ مدونة الإمام مالك في فقه المالكية 1000 مرة. وكان بعضهم يقول إنني قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة وفي كل مرة أحس أنني أقرأها لأول مرة، لأنه يأخذ منها شيئا جديدا، ينفتح له أمر قد كان مغلقا عليه من قبل. هو ده العلم، التكرار، العلم بالمذاكرة، المذاكرة اللي هي المفاعلة. وأنا قلت لكم إن المعنى الدقيق، قلت من قبل إن المعنى الدقيق لكلمة مذاكرة مش اللي هي القراءة، القراءة دي اسمها المطالعة، اسمها التعلم. أما المذاكرة معناها أن تذاكر إنسانا بالعلم. يعني تذاكره؟ يعني تتباحث معه، يعني تفيده ويفيدك، يعني تسأله ويجيبك، يسألك وتجيبه. هذه هي المذاكرة. الحفاظ من المحدثين كانت عندهم هذه المذاكرة، أن كل عالم يجلس مع الآخر ويذاكره بالأحاديث التي يحفظها، فيأخذ كل منهما من الآخر الأحاديث التي ليست عند أخيه. شوف إزاي، فده باب عظيم من أبواب العلم المهمل. وكما نص الإمام النووي في مقدمة المجموع أو في مقدمة صحيح مسلم، يعني في أي كتابين أنا لا أذكر على وجه الدقة، أنه قال: ومذاكرة عارف بالفن ساعة أنفع من مطالعة أيام. تحفظ دي وتخليها عنوان لحياتك العلمية. ومذاكرة عارف بالفن ساعة أنفع من مطالعة أيام. يعني إيه؟ يعني هو سيعطيك في هذه الساعة خلاصة عمر أو خلاصة شهور أو خلاصة أيام قرأها وطالعها وعكف فيها على الكتب وعلى التعلم وعلى الجسو بين أيدي المشايخ وما إلى ذلك. هذا هو المعنى، وهذه هي النفسية التي لابد أن يعيش بها طالب العلم. وهذا هو معنى قول الإمام أحمد بن حنبل الذي صار مثلا يضرب بعد ذلك مع المحبرة إلى المقبرة. إحنا كطلبة علم لسنا موظفين، يعني أي واحد موظف في أي وظيفة له ساعات عمل يقضيها في هذه الوظيفة، يذهب إلى عمله في 8 صباحا مثلا إلى الثانية ظهرا أو الرابعة أو الخامسة أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته ويستريح ويلعب مع أهله وأولاده ويذهب لقضاء أموره وشؤونه وحياته ماشي على كده. إحنا كطلبة علم لسنا موظفين، فلسنا لنا مواعيد عمل رسمية، لا، أنت تقرأ بالليل وبالنهار، تقرأ في أوقات اليقظة وتقرأ في النوم. إزاي تقرأ في النوم؟ إذا شغل ذهنك بمسألة علمية فإنك تجد نفسك قد ولعت بها وأنت نائم. وهو ده السر في أن معظم الطلاب في الامتحانات يحلمون بالامتحان، يحلم بأنه في ورقة الأسئلة معه وأن الامتحان جاء صعبا أو جاء سهلا أو إلى آخره. لماذا؟ لأن الذهن قد شغل بهذه وسيطر هذا الأمر عليه تماما فيأتيه في النوم. أنت كذلك إذا ما شغلت بأي أمر من أمور الحياة يأتيك في النوم، فاشغل نفسك. طالب العلم مش موظف يا جماعة. واللي ضيع العلم وضيع الدعوة وضيع الدين في العصر الحاضر أن هذا الأمر قد تحول إلى وظيفة ولم يكن رسالة يؤديها الإنسان في حياته. فتجد مثلا أن إمام المسجد أخذ دعوة الناس إن هي وظيفة، فإن اللي يهتم به يهتم بدفتر الحضور والانصراف والتفتيش الذي يأتي عليه. تجد مثلا الأستاذ في الجامعة أو في المعهد أو في المدرسة أو إلى آخره حول الأمر إلى وظيفة، أنه مطالب بأمور رسمية، يقوم بالشرح، فهم الطلاب أم لم يفهموا؟ هذا إن شرح أصلا أخذ بالك، وإن أفاد أصلا. فهو حولنا الأمور اللي هي في الأساس رسالة وفي الأساس منهج، حولناها إلى وظيفة. حينما تتحول الرسالة إلى وظيفة فقول على الدنيا السلام، خلاص. أنت كطالب علم برضو حولت طلب العلم الرسالة إلى وظيفة.
ازاي حولتم الرسالة الى وظيفة؟ اني اذاكر شهور معينة في السنة او اسابيع معينة في السنة او ايام معينة في السنة ثم ادخل الامتحان لانجح في الامتحان واخذ الشهادة في اخر الامتحان، تمام؟ وتتمثل بعد ذلك قول الشاعر، مش انت اللي تمثله، لا، في الحقيقة، في الحقيقة انت بتتمثل هذا القول اللي هو ايه؟ ودخلت فيها، اي في الكلية، ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. يعني انت داخل في سنة اولى وانت جاهل بس متواضع، عارف انك جاهل، بعد 4 سنين بتبقى جاهل برضو بس مغرور، لانك تحس انك عالم ولست بعالم. الشهادة بمفردها لا تعطيك علما، وانما تعطيك مفتاحا للعلم. آفتنا اننا ظننا ان هذا المفتاح هو العلم نفسه، لا. وانا قلت لكم من قبل في اول مجلس جلسناه سويا، لابد ان تسير في المسارين معا، مسار الشهادة ومسار العلم، لا غنى عن احدهما للاخر. ما ينفعش تبقى طالب علم وتسيب الشهادة، تبقى طالب فاشل، ترسب مثلا او تطلع بمواد او تجيب تقدير ضعيف، لا، ما ينفعش. طالب العلم لازم يكون متفوق، امتياز جيد جدا، يكون من الطلاب المتفوقين كده، خلي نفسيتك كده انك طالب متفوق وتاخذ الشهاده بتقدير عالي وتكون من اوائل الدفعه. طالب العلم كده، ويقنع بالدون من كان دونه. لازم تطلب معالي الامور في كل شيء. اذا سالتم الله فاسالوه ايه؟ ما قالش اسالوا الله ان يدخلكم الجنه، اسالوه الفردوس الاعلى. طالب العلم كده حياته فيها دايما كل شيء في المعالي، عايز يكون من اعلى من العلماء، بس يستحضر النيه ان ينفع الناس. تكون عالم او ما تكونش، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت تطلب وتفيد وتستفيد وتحرص وتتعب وتتعب نفسك وتتعب. لذلك قالوا انه الجسد مع طالب العلم يتعب جدا، الروح الساكنه تريد لطالب العلم الف جسد، لان الجسد لا يستطيع ان يقاوم ما تطلبه النفس والروح من التعب والمشقه، يمنع نفسه من الكلام ومن الطعام ومن المنام ومن الانام اللي هما الخلق. كل ذلك لماذا؟ لاجل العلم. يمنع نفسه اللذه والراحه، يمنع نفسه النوم، يمنع نفسه الانس باصدقائه واهله. تركت اهلك وتركت اباءك وتركت اخوانك وجئت الى هنا لتتعلم لا لتلعب، جئت الى هنا لتكون عالما لا لترجع جاهلا كما كنت، بل إن عودتك جاهلا ستكون أضر على الناس مما كنت فيهم في الأول، لأنهم سيسألونك وأنت جاهل لا تحسن شيء، فماذا ستفعل؟ ستفتي بغير علم، فيضل بك الناس وتضل أنت. أخذ بالك، وكما قلت لكم ما نفعله هذا ليس تفضلا منا، وإنما هو حق وواجب علينا أن نطلب العلم ونتعب، هذا حق وواجب. إذا لم نفعله فإن الله سيحاسبنا يوم القيامة على تقصيرنا، والله عز وجل سيحاسبنا يوم القيامة على أننا لم نكن أهلا لحمل هذه الأمانة، وسيحاسبنا الله عز وجل أننا ضيعنا الرسالة وأننا ضيعنا الدين، وأن يسببنا تخلف الناس، ويسببنا جاهل الناس، ويسببنا ضل الناس، ويسببنا لم يفهم الناس أمر دينهم، ويسببنا ضاع العلم وضاعت الأمانة وضاعت الرسالة. كل ده مترتب على إيه؟ مترتب على تقصيري أنا وأنت في التحصيل، تقصيري أنا وأنت في التعلم والتعليم، تقصيري أنا وأنت في الإفادة والاستفادة، تقصيري أنا وأنت في حمل أمانة الله عز وجل. فهذه أمور مهمة جدا 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 يا جماعة، لابد أن تكون في عقل وفي روح وفي نفس طالب العلم، لابد أن تسري فيك هذه المعاني كسريان الماء في العود وكسريان الماء في الورد، لازم تعيش بيها وتحيا بها. قلت لكم من أول يوم العلم حياة. يعني حياة؟ يعني تعيش به. ألذ وقت بالنسبة إليك الوقت الذي تعيشه مع الكتاب، وأتعس الأوقات بالنسبة إليك الأوقات التي تعيشها بعيدا عنه. أنت لم تصل إلى هذه المرحلة الآن، لكن لابد أن تصل إليها، وإذا أردت أن تصل إليها ستصل إليها. ومد من القرع للأبواب أن يلج، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلج. يعني طالما أنت بتخبط على الباب، في يوم هيتعمل إيه الباب؟ هيفتح. لكن خبطت مرة أو اثنين ومللت وسئمت ومشيت، خلاص لن يفتح لك.
وكما قلت لكم لو كان الأمر سهلا لنال العلم كل الناس ولصار كل الناس علماء، ولكن هذا العلم لا يناله متكاسل، لا يناله متلاعب، لا يناله السوقة ولا الرعاع ولا السفلة من الناس، ولا يناله من أراد به الرياء ولا السمعة، ولا يناله إلا من أراد به وجه الله تبارك وتعالى. وإن العلم ليس مطلبا ذاتيا في حقيقته، نحن لا نطلب العلم لأجل العلم، وإنما نطلب العلم لنعرف الله تبارك وتعالى، نطلب العلم لنخشى الله تبارك وتعالى، نطلب العلم لنخاف الله تبارك وتعالى. إنما العلم الخشية، إنما العلم وسيلة تعرفك بالله سبحانه وتعالى. اطلب العلم كيف ما شئت، أولا ستدخلك أشياء كثيرة، سيدخلك الرياء في بداية الطلب ويدخلك العجب، هذا لابد منه، لكن تأكد أنك شيئا فشيئا ستتخلص من كل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنك تعرف ما لم تكن تكن تعرفه من قبل. العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول إذا ما دخل فيه الإنسان يحس بالزهو ويحس بأن الأرض تهدي معاليك أدي، لأن عارف اسم متن الأب الرومية ومعظم إخواني من الطلبة ما يسمعش أصلا عنه، ده أنا الكتاب عارفه، يعني مجرد أنك تعرف الكتاب ده في حد ذاته أمر. في كثير ممن معك مثلا من زملائك في الكلية لا يعرفون أصلا من هو ابن أب الروم، فما بالك أنت كمان حفظت منه أشياء. إيه الزهو ده؟ ده 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 حاجة عظيمة، ده أنا حفظت أبيات من أفيد ابن مالك في زهو، أخذ بالك؟ ستظل مدة في هذا الشبر الأول، من الناس من يموت في هذا الشبر. ليه؟ العلم عكس البحر، العلم يعني هو العلم بحر. ركز معايا في هذا المثال. العلماء قالوا إن الإنسان إذا غاص في البحر فإنه يغرق ويهلك، لابد لأن تنجو أن تكون على سطح الماء، صح ولا لا؟ العكس العلم، إذا كنت على سطحه فإنك تغرق وتهلك وتهلك معك الناس، ولابد لكي تنجو أن تغوص في أعماقه، فإذا غصت في أعماقه نجوت ونجى الناس معك، وإذا ظللت على سطحه فإنك تهلك وتهلك الناس، لأن أخطر شيء نصف العالم، إما أن تكون جاهلا أو عالما، لكن نص جاهل ونص تخرب الدنيا، تخربها خالص كده. ده الشبر الأول، تحس فيه بالزهو، بالعجب، بالرياء. طب الشبر الثاني دخلت فيه تحس أنك لا تعرف شيئا، وأنك مهما تعلمت فأنت جاهل، وأنك مهما تعلمت فأنك إيه، أنا لا أساوي شيئا، لا أساوي ذرة في معلومات الله وفي علم الله عز وجل، فعلا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إيه ده؟ كلما ازدادت مطالعتك زاد يقينك بأنك جاهل، وكلما ازداد علمك زاد علمك بأنك جاهل، وزادت معرفتك بأن المساحة الكبرى من العلم لم تغطها بأي شيء ولم تأخذ منها أي شيء. طب والشبر الثالث؟ هذا لا يصل إليه أحد، أخذ بالك؟ وده معنى قول أهل الله حينما قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، هذه مشهورة عن الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي، لكن الإمام أبا حامد لم يكن هو قائلها، أو لم يكن هو قائلها، يجوز أن تقول هو قائلها أو هو قائلها. مذهب الكوفيين إن الضمير هنا هيكون مبتدأ وخبر، والمبتدأ الأول والخبر بتاعه خبر مبتدأ المحذوف اللي هو هو، لكن مذهب البصريين إن هو ده ضمير فصل ما بعده هو الخبر. يعني إيه؟ يعني حينما أقول لم يكن زيد هو العالم، تمام؟ لم يكن زيد هو العالم، هو ده اسمه إيه عند البصريين؟ ضمير فصل، ضمير فصل، يعني كأنه كده مش موجود، تقفوش الضمير، يبقى لم يكن زيد إيه؟ العالمة، كده بالضبط، هتقول لم يكن زيد هو العالمة، كذلك تقول لم يكن هو قائلها في القرآن وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين،
كانوا الضمير في كانوا هو اسم كان، تمام، وهم ضمير فصل. طب الظالمين خبر كان، أخذ بالك؟ فلم يكن هو قائلها، الإمام أبو حامد لم يكن قائل هذه العبارة، وإنما وردت عن مجموعة من السلف، وصاغها الإمام السيوطي في ألفية الحديث حينما قال: فقد روينا عن كبار جلة أبا علينا العلم إلا لله. فقد روينا عن كبار جلة أبا علينا العلم إلا لله، أي لله، وإنما قال لله لأجل الوزن. أخذ بالك، أطلب العلم ستحس بالرياء ماشي، بالعجب ماشي، لكن اعلم أنك في يوم ستتخلص من هذه الأشياء. طيب طالت معك المدة، يبقى أعرف أنه طال معك جهلك. أخذ بالك، طالت معك هذه المشاعر والأحاسيس، يبقى أنت لسه في مرحلة إيه؟ الشبر الأول، الزهو والفخفقة والعظمة وإلى آخره، وأنا أعلم الناس، وتجلس تتصيد للمشايخ: ده فلان ده أخطأ في المسألة الفلانية، وشوف حقه. يعني هو ده بيبقى سبق لسان، سبق عقل أو ذهن أو إلى آخره، لكن حينما تتعمق: لا، ده المسألة صعبة يا جماعة، ده المسألة عويصة، ده المسألة دين، ده المسألة مش كده. الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء قال كلمة جليلة عظيمة في الداعي والعالم. قال إيه فيما معنى الكلام؟ إنه من علامة إخلاص العالم أو الداعي إلى الله أنه إذا رأى غيره من أهل العلم أو الدعوة قد أتقن الدعوة وأتقن العلم، فإنه يفرح لأن هناك من قد أتقن الدعوة إلى الله. يعني ما تكون عالم كده، أو يحسبك الناس عالما، أو يشار إليك أنك من الدعاء إلى الله عز وجل، وشوف داعي إلى الله مثلك، يكون هناك أحد شعورين بالنسبة لهذا: إما أن تغار منه وتحقد عليه وتريد من الله أن ينزع هذا العلم منه، يبقى ده أنت كده في الطريق اللي هو فيه اعوجاج، فيش استقامة كده. علامة الإخلاص إنك لما تشوف واحد طالب علم نابغ تفرح له. الحمد لله إن في الأمة في نبغاء من طلبة العلم لما تكون طالب العلم. طب أنت داعي إلى الله، ورأيت داعيا يدعو الناس إلى الله على بصيرة، تعمل إيه؟ تفرح بأن الله عز وجل جعل في أمة سيدنا محمد من أمثال هذا العالم أو من أمثال هذا الداعي، وأنت بقى تسأل الله عز وجل أن يعطيك مثل ما أعطى فلانا، وهي دي الغبطة. فإذا كنت مخلصا ستفرح بهذا الطالب اللي هو مجتهد، ستفرح بهذا العالم اللي هو أصلا بينافسك، لكن أنت لأنك ترجو الخير لهذه الأمة تفرح به. فدي علامة الإخلاص، ده مقياس يا جماعة ضعه بينك وبين نفسك عشان تشوف أنت ماشي فين. لسه لم تتخلص، لسه في أحقاد على زميلك أو صديقك الذي تراه مجتهدا عنك، بتحقد عليه بتتغاظ منه بتغار الغير المحمودة، إنك عايز تكون مثله وأفضل منه، ده فيهاش مشكلة، ده كويس، ده مطلوب إنك تغار حتى تصل إلى ما هو فيه أو ما هو كمان لم يصل إليه. لكن إنك تتمنى أن يسلبه الله عز وجل ما أعطاه، ده هو ده الحسد والعياذ بالله، ده هو ده الذي يعيش معذبا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الحسود، الإنسان الذي يحسد سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا، معذب دائما على طول كده، معذب. أعطى الله عز وجل إنسانا بيتا، هو يعذب لأن الله أعطى هذا بيتا ولم يعطه بيتا، أعطاه مالا معذب لأنه لم يعطى مالا مثل فلان، أعطي الإنسان علما معذب لأنه لم يعطى. خلي بالك معاي، العلم الآن سهلت آلاته ووسائله، وفي المقابل كثر الجهل. شوف سبحان الله، طب زمان العلم كان صعب، كان في علم كثير وكان في علماء كثر، طب لما سهل العلم كثر الجهل. وسائل العلم الآن متوفرة جدا جدا، عن مثلا من 10 سنين بس، مش هنقول 50، 100، 1000 سنة، لا، ده من 10 سنين فقط، ما كانش فيه الطفرة الهائلة دي في وسائل الاتصال الحديثة وما إلى ذلك. طب إيه في المقابل؟ كثر الجهل اللي وصل بالإنسان إنه لما يدخل على فيسبوك مثلا ويجد منشورا نصف صفحة لا يجد صبرا على قراءته، ويكتفي فقط بأن هو يقرأ السطر أو السطرين.
إنه لم يجد فيديو ربع ساعة لا يصبر على أن ينظر فيه، وعايز يقرأ ينظر اللي هو فين، مش خمس دقائق، اللي هو في دقيقة واحدة. يعني لو شاف كده مدة ربع ساعة لا ما مش هقدر أسمعه، مش هشوف. عمل عملية مسح، وأنا أوصيتكم أكثر من مرة، الله الله في أوقاتكم، لا تجعلوا هذا المسمى بالفيسبوك يسيطر على عقولكم، لأنه يمسح العقول بالفعل. أنا أتحدى أي واحد إنه يستفيد معلومة وتركز في ذهنه بضعة أيام فضلا عن بضعة أسابيع. للزخم الهائل في المعلومات لا تثبت في ذهنك معلومة أبدا، وممكن تفتكر معلومة بس ما تفتكرش أنت شفتها فين دي، هو أنا قرأتها فين، في كتاب ولا سمعتها في درس ولا سمعتها في فيديو ولا شفتها في منشور ولا عملت إيه. لا، خذ منه ما يفرض عليك عصرك أن تأخذه، إنك تتابع الناس بتعمل إيه، وده تخليه بضعة دقائق في اليوم، ربع ساعة نصف ساعة على الأكثر في اليوم. لكن أنا أصاب بنكد كبير جدا حينما أجد كثيرا ممن يفترض أنهم مشتغلون بالعلم ويقضون الساعات الطوال على الفيسبوك. طب وكتابك أين؟ يعني ما هي الفترة التي ستعيشها مع الكتاب بعد ذلك؟ هجرت كتابك وهجرت أوراقك وهجرت مذاكرتك وتركت كل هذا فضيعت العلم. وأنا قلت لكم من قبل من الآفات أنك من الممكن أن تضيع العلم بالعلم. يعني تضيع العلم بالعلم؟ يعني واحد جاب المنطق والحديث والتفسير، جاب كتاب في علوم القرآن وكتاب آخر في النحو وكتاب في الصرف، وجاب كتاب في سير العلماء وتراجمهم، ووضع هذه العشرة كتب أمامه على المنضدة ليقرأ، وذاكر عشر ساعات في ليلته، ساعة في هذا الكتاب وساعة في ذلك العلم وساعة 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 إلى آخره، ماذا فعل في آخر اليوم؟ لم يفعل شيئا، أهدر عشر ساعات من وقته بإيه؟ بالعلم. يعني هو اسمه بيقرأ واسمه بيتعلم، لكن ده ما ينفعش. لازم تحكم وقتك وتحكم القيد على نفسك، ركز في علم أو علمين في بداية الطلب. وأنا قلت لكم إن أهم علمين العربية والفقه، ومعهم كتاب مطالعة، لأن القراءة نوعان، قراءة تعلم وقراءة مطالعة. قراءة التعلم إنك تجيب تنقيح الأزهرية وتقعد تحفظ، نائب الفاعل هو كل اسم حذف فاعله الغرض من الأغراض، نائب الفاعل هو كل اسم حذف فاعله الغرض من الأغراض. ابن أبو الروم قال إيه؟ المنصوبات 15 وهم 14 في المتن وهم 16 في الأزهرية، يبقى على بعض 16 اللي هم إيه، وتقعد تعد وتراجع مرة واثنين وثلاثة وانت بتتمشى في الحجرة وانت بتكتب على حسب ما يتهيأ ليك. شوف ما هي الوسيلة التي تذاكر بها في أوقات الامتحان، هي دي وسيلة التعلم. هل من النوعية التي تحب أن تقرأ وأنت ماشي تتمشى كده، ولا من النوعية التي تحب أن تقرأ بالكتابة يعني تذاكر بالكتابة لتثبت المعلومات، ولا من النوعية التي تحب أن تذاكر بصوت عال تسمع نفسك وتدوش الناس من حواليك أخذ بالك، ولا من النوعية اللي أنت بتحب تذاكر بعينك فقط، ولا من أي نوع؟ شوف الطريقة التي تناسبك، هي دي طريقة التعلم اللي بيها تذاكر المتون والشروح والحواشي. الطريقة الأخرى اللي هي طريقة المطالعة الحرة اللي هي قراءة الجرائد، كتاب من كتب الأدب، كتاب من كتب التاريخ، كتاب من كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سير العلماء والصالحين أخذ بلد، وهكذا. ده تعمل إيه؟ ده اسمه يبقى معاك كناش. إيه الكناش ده؟ يعني كراسة أو كشكول أو دفتر أوراق. تعمل إيه في الكناشة دي؟ إنك تقيد المسائل الهامة أو المعلومات المهمة أو الفوائد أو اللطائف، أخذ بالك. والعلماء قالوا لابد أن يكون لكل طالب علم كناش يكتب فيه وهو قائم وهو ماش. يعني وانت ماشي كده تخطو في ذينك الخاطرة، تطلع الورقة وتكتب. انت ممكن تبقى في وسيلة مواصلات فتخطو لي خاطرة عظيمة جدا حلوة، بمجرد ما تنزل تنساها. كان مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، الأديب المعروف صاحب الرسالات المقالات المتعة اللي في جمعة في وحي القلم،
وصاحب الكتب تحت رايه القران وعلى السفود وعشرات من الكتب الاديب الكبير. مصطفى صادق الرافعي كان في يمشي، وهذا يحكيه عنه محمد سيد العريان في كتاب حياه الرافعي، وده كتاب مهم جدا، كتاب حياه الرافعي لمحمد سعيد العريان. محمد سعيد العريان كان من اكبر تلامذه الرافعي، من اكبر تلامذه الرافعي. لن تستطيع ان تفهم سر مقالات وحي القلم في اجزائه الثلاثه الا ما حينما تقرا اسرارها في حياه الرافعي، لان لكل مقاله كتبها حكايه من وراء هذه المقاله. فلما تروح تقرا الحكايه بتاعتها وتروح تقرا المقاله تحس بطعم اخر مختلف، مذاق مختلف. فكان الرافعي يمشي وفي جيبه قصاصات اوراق، قصاصات ورق. لماذا؟ هو جالس فخطرت في ذهنه خاطره يكتبها يقيدها، تنفع دي مقاله، او ينفع اضيف هذه الاسطر الى المقاله الفلانيه. لذلك مشاريع العلماء في الكتب بتاعتهم ما جاش كده وقعد شهر شهرين سنه سنتين والف الكتاب، لا، دي بتبقى مشاريع مفتوحه طول العمر يضيف ويحذف منها، مسوده، تظل هذه المسوده اسمها مسوده كده مش مسوده، هذا خطا. حتى في الدستور لما كان بيكتب بيقول لك المسوده بتاعه الدستور، خطا، اسمها ايه؟ مسوده. ايه المسوده؟ اللي هي الاوراق التي تكتب في الاول لسه تعدل وتحذف وتضيف وتجمع وما الى ذلك، ده كله اسمه مسوده. اعددتها وهياتها اسمها مبيضه. بيضت الكتاب يعني هذبته ونقحته ورتبته وحذفت ما لا بد من حذفه واضفت ما لا بد من اضافته وما الى ذلك. اخد بالك؟ فالرافعي كان ياتي بهذه القصاصات ويكتب، ولما يحتاج اليها ينقل منها ويضعها في مواضعها. والعلماء كانوا كده، كان عندهم الكناش، وكان عندهم شيء يسمى بالتذكره. التذكره دي اللي هي الكناشه الكبيره. والامام النووي في مقدمه المجموع اوصى كده صراحه ونص على ذلك، بانه الانسان حينما يطالع يقيد انفع ما يقرا، يعني انفع شيء يقراه، واللطائف والفوائد والمسائل التي يحل بعضها بعضا، إن المسألة الفلانية تحل في المكان الفلاني. فقال يقيد في هذا الكناش ويدمن النظر فيما يقيد بعد ذلك، إنك تنظر فيه بقى على طول علشان تكون المسألة المسائل فين؟ حاضرة في الذهن. فالكناش ده أشبه ما يكون بالفهرس العلمي اللي أنت هتضع فيه المسائل العلمية في الفروع المختلفة. أخد بالك؟ لكن لابد منه، وكل على قدره. كل على قدره، لكن دي ضوابط عامة للكل، ضوابط عامة للجميع، ضوابط عامة للطلب، ضوابط عامة للقراءة، ضوابط عامة للمطالعة، لابد أن تكون في ذهنك ولابد أن تكون حاضرة معك. واضح الكلام؟ واضح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الثاني من المرفوعات نائب الفاعل. نائب الفاعل، هذه الترجمة، الترجمة اللي هي إيه؟ اللي هي نائب الفاعل، ذكرها ابن مالك ومشى من جاء بعده عليها، وكانوا يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله. من يعرف يسمى لن يسمى فاعله؟ أعرف، مضارع مجزوم بحذف حرف العلم، مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلم. تمام، جيد، تفضل. رفعت يدك؟ طب خفضت يدك؟ طب يدك ساكنة أم متحركة؟
متحركة؟ طب لماذا حركتها؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم مبني للمجهول، يسمى مبني للمجهول. سمى يتعدى إلى مفعولين، الفعل سمى يتعدى إلى مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني. تقول سميت الولد محمدا، سميت الولد محمدا. سمى سميت فعل وفاعل، الولد مفعول أول ومحمدا مفعول إيه؟ ثاني. حينما يبنى هذا الفعل للمجهول، أخذ بالك، حينما يبنى للمجهول على حسب المعنى، إذا حذفت المفعول الأول تمام، أو إذا أبقيته، يعني إما أن تحذف وإما أن تبقي. الجملة ذكرتها سميت الولد محمدا، يتحول المفعول الأول إلى نائب فاعل، والمفعول الثاني يكون مفعولا، فالجملة تكون إيه؟ سمي الولد محمدا، أو يسمى الولد محمدا. أخذ بالك؟ طيب حذفت أنا المفعول الأول خالص، فأصبح هنا نائب الفاعل محذوف، واللي باقي مش يرفع على أنه نائب فاعل، يبقى على أنه مفعول. فأقول لك بماذا سميت؟ فتقول محمدا، إذا لم تذكر فعلا، أو أنا أقول عنك أو أقول عن الغائب سمي محمدا، مش أقول سمي محمد. لو أنا قلت سمي محمد يبقى لازم يكون في مفعول بعد محمد، أخذ بالك؟ فأقول مثلا سمي محمد إيه؟ أبا بكر. أخذ بالك؟ سمي الطالب محمدا، رحت حذفت الطالب يبقى سمي إيه؟ محمدا. زي كان برضو، أو كنية، كنية محمد يبقى المفعول الثاني هيكون ماله؟ منصوب، يبقى كني يا أبا بكر. شوف مش كني يا أبو بكر، لو قلت كني يا أبو بكر يبقى لازم يكون في حاجة تانية تيجي بعد أبو بكر تكون هي المفعول، لأنه ده هو المفعول الأول. لذلك تلحظها في الكلام العالي الذي يقوله عامة الناس أنهم يخطئون جدا في هذا الفعل، أو في الأفعال التي هي تحتاج إلى مفعولين مطلقة، وهيأتي الكلام على ما يحتاج إلى مفعولين في باب ظننته، لأنه إما أن يكون من باب ظننته، يعني ينصب الخبر والمبتدأ، أو أصلهما المبتدأ والخبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، اللي هي بيسموها من باب منح وكسى، الأفعال التي من باب منح وكسى. يعني من باب منح وكسى، يعني منح كسى أعطى، أخذ بالك، منع حرم، تمام، دي كلها أفعال بتنصب مفعولين. أعطيته كتابا، أعطيته فعل وفاعل ومفعول أول، أعطى فعل والتاء للفعل والهاء مفعول أول، كتابا مفعول ثاني. كسوتك قميصا، كنت أقول كسوتك جبة، كلكم لابسين قمصان يبقى نجيب لكم قمصان، أخذ بالك. كسوتك قميصا، أهو كسوتك فعل وفاعل وإيه؟ ومفعول، كسى والتاء وكاف الخطاب، فعل وفعل ومفعول، وقميصا مفعول ثاني. طب حينما أقول كسيا تبقى كسيا إيه؟ قميصا، تمام. حرم اللذة، وحرم لا تتعدى بحرف جر، وإنما يتعدى هذا الفعل بنفسه، يعني لا تقل حرمتني من النوم، حرمتني من النوم، لا، ما تقولش حرمني العلم من النوم، لا، حرمني العلم النوم على طول. لا تقل منعني العلم من الراحة، لا، منعني الراحة، منعني الراحة، خطأ لغوي. نعم، وجود حرف الجر في هذه الأفعال خطأ. حرمني الراحة، منعني. احنا قلنا ان مصطلح نائب الفعل او ترجمه نائب الفعل اللي قالها ابن مالك ومشى عليه من جاء بعده وكانوا يسمونه الفاعل.
الفعل الذي لم يسمى الفاعل الذي لم يسمى فاعل لغرض من الأغراض البلاغية. في كتب النحو يذكرون أغراض حذف الفاعل، يعني لماذا حذفت الفاعل وجئت بالمفعول به وأقمته مقامه. يقول لك مثلا للعلم به أو للجهل به أو للخوف منه. كل هذه الأغراض وإن ذكرت في بعض كتب النحو إلا أنها متعلقة بعلم المعاني، يعني أغراض حذف الفاعل في الحقيقة وفي الأصل تتبع علم النحو ولا علم المعاني؟ علم المعاني. فإن ذكرها علماء النحو فإنما يذكرونها في بعض كتبهم من باب التطفل على علم إيه؟ على علم المعاني. وأقيم هو مقامه. خلي بالك معايا إنه في فارق ما بين أقام مقام وقام مقام. مقام أو مقام ده اسمه اسم مكان على وزن مفعل، اسم المكان أو اسم الزمان كلاهما يصاغ على وزن مفعل أو مفعل، مفعل أو مفعل، تمام. وإحنا قلنا إن إحنا لازم نقرأ كتاب في إيه؟ في الصرف، لابد أن نقرأ كتابا في الصرف. إذا كان الفعل ثلاثيا تفتح الميم، وإذا كان مهموزا رباعيا لابد أن تضم الميم، تضم الميم. خلي بالك معايا، أنا سأقول وأنتم تجيبون. قام مقام، طيب أقام مقام، جرى مجرى، أجرى مجرى، أخذ بالك، دخل مدخل، أدخل مدخل، خرج مخرج، أخرج مخرج. فأنا حينما أقول قام زيد يبقى إيه؟ مقام عمرو. طب حينما أقول أقمت زيدا يبقى مقام عمرو. وحينما أقول وقد أقامني الله هذا المقام، أما حينما أقول وقد قمت هذا المقام، لا قمت برضو المقام برضو لأن هي من أقام، لكن حينما أقول قام هذا الفعل يبقى مقام، لما أقول أقام يبقى مقام. فأنت على حسب استخدامك لهذا المشتق من أي الفعلين، من الثلاثي أم من الرباعي المهموز. قال تعالى وقل رب أدخلني إيه، عشان قال أدخلني ما قالش دخل مدخل صدر، لا ده قال أدخلني، فهي أدخل الماضي بتاعه أدخل، يبقى أدخلني مدخل. وحتى في أخرجني قال كده برضه، وأخرجني إيه مخرج، شوف مخرجة، أخذ بالك. تقول إيه وجرى هذا الأمر مجرى ما جرى، أخذ بالك، جرى مجرى ما جرى. طب حينما تقول أجراه يبقى إيه مجرى، أو أجريته مجرى. واضح الكلام؟ عشان هنا الشيخ لما بيقول وأقيم هو يبقى أقيم مقامه ولا أقيم مقامه؟ أقيم مقامه. طب لو قلنا قام، عايزين نجيب المبني للمجهول بتاعه، المبني للمجهول لقام وباع وكال وقال وكل هذه الأفعال، نقول إيه قام يبقى قيمة، قيم المبني للمجهول، باع بيع، كال كيلة، قال قيلة، نام نيمة، سام سيمة، سام اللي هو من السوم اللي هو البيع، لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. نعم لا، هنا في جزئية هنوضحها لك بعدين في الصرف، أخذ بالك، لكن هما يأتي منهما عند الاستخدام في الأصل لا، لكن ربما يأتي، فعند إدخال أمور معينة عليهما سيتعدى اللازم ويلزم المتعدي وما إلى ذلك، أخذ بالك، فهنجيبه يعني ما تقلقش ولو في روسيا. أخذ بالك، نام نيمة، قال قيل، باع بيع، وقال برضو من القيلولة أو قال من القول، أخذ بالك. فكل هذا موضعه في علم إيه؟
في علم الصرف، فلا بد أن نقرأ إن شاء الله، لكن ما يأتي عرضا وما يأتي بيانه لابد أن نبينه إلى أن نقرأ كتابا خاصا في ذلك إن شاء الله. وغير عامله إلى صيغة فعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، أو يفعل بضم أوله وفتح ما قبل آخره في المضارع، أو إلى صيغة مفعول في الاسم. قلنا هناك في الفاعل صيغة اسم الفاعل في الاسم، هنا صيغة اسم المفعول. وصوغ الفاعل اسم الفاعل هي طريقة صوغ اسم المفعول، لكن في فارق واحد، إنه في اسم الفاعل نكسر ما قبل الآخر، وفي اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر إذا كان غير ثلاثي. إذا كان غير ثلاثي، خلي بالك معايا إن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، كل المشتقات دي تدرس في علم النحو وتدرس في علم الصرف. تدرس في علم النحو من حيث العمل، من حيث عملها، من حيث إيه؟ عملها. وتدرس في علم الصرف من حيث اشتقاقها، فتجد مثلا في الصرف اسم الفاعل، وفي النحو اسم الفاعل، في الصرف الصفة المشبهة، في النحو الصفة المشبهة. تقول إيه يا إخوانا الحيرة دي أو الحيرة دي؟ اسمها الحيرة مش الحيرة، الحيرة ده مكان اسمه الحيرة، أما الحيرة اللي هي التحير بفتح الحاء، والفعل حارة وليس احتارة، ما تقولش احترت في هذا الأمر، ولكن تقول إيه؟ حرت، لقد حرت تحيرا فأصابتني الحيرة، حرت تحيرا فأصابتني إيه؟ الحيرة، وليس الحيرة. الحيرة ده مكان أظن في الشام، في العراق ولا في الشام، كلها بلاد المسلمين. اللي الخيرة ده موضوع تاني، ده لا مش على نفس اللغة، ما فيهاش على نفس اللغة، ما فيهاش بالمخ أبدا، دي زي دي خلاص على البركة على كده، لا، ده إما تكون قاعدة واحدة دي هتمشي زي دي، يا إما أن يكون هناك اختلاف في السماع وبوظيفة المعاجم. لذلك إياك أن تضبط لفظا لغويا بالسماع كده، يعني دي شكلها كده يبقى خلاص خليها كده، لا، لابد أن ترجع إلى المعجم اللغوي، أو لابد أن تراجع القاعدة اللغوية، أخذ بالك. فموضوع الضبط اللغوي بالذات لابد من مراجعة فيه كتب المعاجم، إذا كانت الكلمة كلمة مسموعة، أو أن تراجع كتب القواعد اللي هي كتب الصرف أو النحو إذا كانت هناك قاعدة معينة. وكان دائما الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى شيخ شيوخنا العلامة الكبير يقول اللغة ما فيهاش بالمخاخ، اللغة ما فيهاش إيه؟ المخاخ، الضبط يعني عموما، إنك تضبط كلمة أو تضبط اسم عالم أو تضبط اسم كتاب معينا، دي ما فيهاش بالمخ، ولا فيها برضو اعتماد على الذاكرة، لأن الذاكرة ربما تخونك، إلا إذا كنت واثقا في المعلومة وراجعتها من قبل وهضمتها وعرفتها. العرب وهبهم الله تعالى حافظة خارقة، ما كانش عندهم شيء اسمه كتابة، أخذ بالك. ده الأصمعي في مرة، عبد الملك بن قريب الأصمعي، نعم، ده موضوع تاني، صوت صفير البلبلي القصيدة دي، دي مثال على الحفظ، ان الجارية حفظت القصيدة من اول مرة، اخد بالك، حفظة خارقة. قال ذهبت مرة الى البادية فوجدت طفلا صغيرا، طفل يدوب يتعلم الكلام كده، ايه يعني، يدوب ينطق الكلام بطريقة بدائية، بيتعلم الكتاب الكلام جديد يعني، اخد بالك. قال فكان يمسك فم قربة، فم قربة، فسال الفم من يده، يعني القربة فلتت من يده، فقال ايه؟ يا أبتي أدركني لقد غلبني فوها، أدرك فاها لا أستطيع أن أمسك بفيها. الطفل الصغير الغلام البيبي يعني لسه بيتكلم الكلام بطريقة جديدة، رفع
الأسماء الستة في حالة الرفع، نصبها في حالة النصب، خفضها في حالة إيه؟ الخفض بالواو وبالألف وبالياء. فشوف التلقائية. كذلك هم عندهم كان الموضوع قائم على الصدور وليس السطور. إحنا نتكلم في عصرنا نحن. كان أئمة الحديث كثير منهم، أظن كان أبو زرعة يدخل السوق ويضع إصبعه في أذنه خوف أن يحفظ كلام الناس في الأسواق. شوف إزاي خايف يحفظ كلام الناس عشان ما يختلطش كلام السوق مع كلام أهل إيه؟ أهل العلم. تمام. كانوا الإمام البخاري كان يحفظ 300,000 حديث، 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. أخذ بالك؟ كان يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب وأنا صغير كده. كان الإمام الدارقطني يجلس في مجلس الحديث فيكتب في أثناء إلقاء الشيخ الأحاديث. الطبيعي أنه أنا حينما ألقي كلاما عليك وأنت مشغول بالكتابة، فإذا سألتك ماذا قلت فلن تنتبه أصلا إلى ما قلت لأنك مشغول بالكتابة. فالدارقطني كان موجودا وهو بيكتب والشيخ يملي الأحاديث. فأحد الحاضرين قال لي الدارقطني، قال يا هذا انتبه للشيخ، يعني أنت جئت إلى هنا لتسمع الحديث، شغلت نفسك بالكتابة. فقال له الدارقطني، يا أخي معرفتي ليست كمعرفتك وحفظي ليس كحفظك. قال فماذا أملى الشيخ؟ فأملى الدارقطني للرجل الذي كان جالسا معه بعد الدرس كل الأحاديث التي قالها الشيخ بأسانيدها ومتونها، وما كانش قاعد ملتفت للدرس. شوف إزاي. فدي كانت خارقة، حظوظة خارقة كانت موجودة عندهم. إحنا بقى بنتحدث، ومع ذلك كانوا يراجعون وكانوا ينسون. على فكرة كانوا بينسوا، وعشان كده العلماء زمان عملوا مؤلفات في من حدث ونسي، في من حدث ونسي. وده باب عند المحدثين، يقول لك من حدث ونسي. يعني من حدث ونسي؟ يأتي الشيخ ويعقد مجلسا فيملي أحاديث، وبعد 10 سنين أو 20 سنة يأتي الطالب اللي هو حضر لهذا الشيخ وقد صار شيخا، فيقول الشيخ يا مولانا لقد أمليتني زمان يعني حديث كذا وكذا وحديث كذا وكذا. يقول له معقولة أنا أمليتك الأحاديث دي؟ خلي بالك هو نسيها الشيخ خلاص، فيتحمل عنه ما أعطاه هو سابقا أو ما أداه هو سابقا. فده حدث ونسي. والضبط بيختل في المراحل العمرية بتاعتك، ضبطك في مرحلة الصبا غير في مرحلة الشباب، غير في الكهولة، غير في الشيخوخة إلى آخره. أخذ بالك؟ وعشان كده المحدثين كان عندهم في قواعد الجرح والتعديل إن يقول لك مثلا فلان ثقة إلا أنه تغير بأخر أو بآخره، يعني كلا الضبطين جائز. الجرح والتعديل تقول تغير بآخره أو تغير بآخر. يعني إيه المعنى؟ يعني تغير في آخر عمره. يعني إيه تغير في آخر عمره؟ يعني ما أصبحش حفظه متين زي زمان، نسي شوية، فقل درجة الضبط، أو إنه تغير خالص. العقل فوت. فوت يعني إيه؟ يعني المرحلة السنية التي هو فيها صار العقل عقلا متغيرا خلاص. سنة ربنا كده. في من الناس من يصل إلى مرحلة 90% وهو كما هو. أبو العباس الحجار كان من علماء القرن الثامن الهجري وقد جاوز 100، وإلى اليوم الذي مات فيه كان يملي الأحاديث، وكان متزوجا، وكان يغتسل من الجنابة، وهو ابن أكثر من 100 سنة. أخذ لبلد. فهي مواهب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للخلق. لكن الطبيعي القاعدة العامة أن الحفظ يتغير وأن الضبط يختل. في شواذ لهذه القاعدة؟ في علماء شذوا عن هذه القاعدة. من المعاصرين مثلا سيدنا الشيخ المرحوم الله يرحمه العلامة الفقيه الكبير الشيخ عطية صقر. الشيخ عطية صقر مات وهو ابن 92 سنة.
ولما كنت تشوفه في التلفزيون وتسمعه كنت تقول أنه ابن 50 سنة، ابن 60 سنة على الأكثر، وإلى اليوم الذي مات فيه عقله كما هو سليم، يتكلم لا يتلعثم، ذهنه حاضر، أقوال الفقهاء حاضرة إلى آخره. طب في واحد تاني يبدأ يخرف من سن 60، ده ليه وده ليه؟ دي مواهب، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل هذا حظه من العلم وحظه من الفهم وحظه من العقل وحظه من الرزق. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إنه على اتساع دائرة الحفظ للسابقين كان برضو فيه إيه؟ نسيان. لكن الكم اللي كان بينسى في ظل الكم الهائل الداخل في العقل ما كانش بيؤثر، ما كانش بينقله من مرتبة العلم إلى مرتبة الجهل. لكن إحنا علشان قراءتنا محدودة قليلة فالطبيعي إن إحنا بننسى. فالداخل قليل ولا كثير؟ قليل. فلما بيتاخد من القليل ده تبقى المصيبة كبيرة، ما هو أصلا الموجود في العقل قليل، فبيتاخد من القليل فيصير القليل أقل من القليل. لكن لو إنه الداخل هنا كثير وهتنسى يبقى المساحة مالها متسعة، فلما ناخد منها تضيق شوية تضيق شوية. أما لما تكون قليلة وأنسى تتلاشى أصلا. وهو ده الفارق ما بين واسع الاطلاع وضيق الاطلاع أو محدود الاطلاع، كلاهما ينسى. لكن علشان هو واسع الاطلاع فالذي نسيه في جنب ما ارتكز في عقله قليل، لكن الثاني هو أصلا كده الذي دخل في عقله مادة علمية إيه؟ قليل. فعشان كده ظهر جدا جهله لما نسي، لكن الثاني لا، دائرته واسعة. نعم. فإن كان عامله فعلا ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويكون كسر ما قبل الآخر تحقيقا ويكون تقديرا، فيكون تحقيقا في نحو ضرب زيد، والأصل ضرب عمرو زيدا فحذف الفاعل فحذف الفاعل وهو عمرو، وأقيم المفعول هو زيد مقام الفاعل، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا. يعني المفعول فضلا، ما هوش عمدة في الكلام. إيه الفضلة؟ الفضلة مش الزيادة، الفضلة مش ما يصح الاستغناء عنها، دي كل دي تعريف موجودة لكنها غير دقيقة. الفضلة هي ما ليست ركنا في الإسناد، ما ليست من أركان الإسناد. يعني الإسناد مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، هي ما ليست ركنا في الإسناد. لكن تعريف الفضلة بأنها ما يصح الاستغناء عنه تعريف فيه قصور. ليه؟ الحال فضلة ولا مش فضلة؟ متفقين. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حاليك فردا أذهبه. ابن مالك قال كده، يبقى الحال فضلة. كويس؟ لو احنا قلنا ان الفضلة ما يصح الاستغناء عنه، طب هنعمل ايه في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا؟ مرحا هنا حال يصح الاستغناء عنه، يبقى كأن الله يقول لك لا تمشي في الأرض، منعك من المشي في الأرض، يبقى هو فضل صح. لكن إيه الفضلة؟ ما ليست ركنا من أركان الإسناد، مش ما ليس يصح الاستغناء عنه. فلو أننا عرفنا الفضلة بأنها ما يصح الاستغناء عنه لكان هذا التعريف فيه خلل وفيه قصور في بعض الأمثلة التي تأتي فيها أشياء هي فضل. أما تعريف الفضلة بأنها ما ليست ركنا من أركان الإسناد هو هذا التعريف إيه؟ الدقيق. تمام؟ فالمفعول فضلة، ضرب محمد زيدا، أدي زيدا منصوب وأدي فضلة. حينما حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول مقامه تحول من كونه منصوبا إلى كونه مرفوعا، وتحول من كونه فضلة في الجملة إلى كونه عمدة فيها. أخذ بالك؟ هذا معنى كلام الشيخ. وعمدة بعد أن كان فضلة ومتصلا بالفعل بعد أن كان منفصلا عنه، لأنه كان ضرب محمد زيدا، هذه في فاصل أهو بين المفعول وبين الفعل، فلما خليناها ضرب زيد أصبح فيه اتصال بين الفعل والمفعول الذي لن يسمى فاعله اللي هو نائب إيه؟ نائب الفعل. وامتنع تقديمه على الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. محمداً
ضرب زيد، ينفع أقول كده. لكن لما أجي أقول زيد ضرب، في هذه الحال مش هيكون فعل وفاعل، تغير الإسناد، أصبح مبتدأ وإيه وخبر. لكن حينما أقول محمدا ضربه زيد، تمام، هيصير فعل وفاعل، والمفعول ده أصبح إيه؟ مقدم. وأنث الفعل لتأنيثه إن كان مؤنثا، وغير مع ذلك كله عامله مع ذلك كله، لأن كل هنا تأكيد لمين؟ لذلك، مش كل نائب فاعل لغير. وغير، وغير مع ذلك كله عامله، أهو عامله ده هو نائب الفعل مين؟ لغير. عن صيغته، عن صيغته إلى فعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره، بضم أوله وكسره، وكسر ما قبل آخره. نعم. ويكون تقديرا في شيئين. إيه هو اللي يكون تقديرا؟ اللي هو التغيير، لأن جاينا تغيير في الفعل، إما أن يكون ظاهرا أو حقيقيا، تمام، أو يكون مقدرا. يكون ظاهرا أو حقيقيا في نحو ضرب، شرب، علم، فهم إلى آخره. يكون التغيير مقدرا في نحو إيه؟ كيل، بيع، كما سيأتي الآن، لأن أصل كيل كو ي لا، أخد بالك، كو ي لا، فو عي لا، أصل بيع بو ي ع، فو عي لا. فإيه التغيير اللي حصل؟ سيقول الشيخ. نعم. ويكون تقديرا في شيئين، الأول في نحو كيل الطعام، والأصل كيلا بضم الكاف وكسر الياء، فاستثقلت الكسرة، فاستثقلت الكسرة، استثقلت الكسرة. استثقل فعل ماضي مبني للمجهول، والتاء التأنيث، لكن كسرناها علشان ألف التعريف بعدها، يعني نقلت الحركة الساكنة إلى التحريك، لكن هي في الأصل تاء التأنيث الساكنة. والكسرة إعرابها إيه هنا؟ ها؟ استثقلت الكسرة، إعراب الكسرة نائب فاعل، نائب فاعل، اللي هو الدرس اللي احنا فيه. فاستثقلت الكسرة على الياء، فنقلت منها إلى الكاف بعد حذف حركة الكاف الأصلية وهي الضمة، فصار كيلا بكسر الكاف وسكون الياء، فكسر الياء مقدر. والثاني في نحو شد الحذف، الثاني اللي هو لما قال في الأول ويكون تقديرا في شيئين، الأول نحو كيلا والثاني نحو شد. أصله شو دي دا، هد هو دي دا، شذ شو ذي ذا، عد عو دي دا، إلى آخره. أدغم المثلين هنا اللي هما الحرفان المتواليان، لما نقول المثلين يعني حرفين زي بعض، أخد بالك، هم دول المثلين اللي هما الدالان في شد، أو الذالان في شذ، أو الدالان في عد، إلى آخره. نعم. نعم. لا أسمع. لكنه متعلق، وهو زمان ما كانش فيه فاصل ما بين النحو والصرف، أخد بالك، هو المبحث مبحث صرف، وكل كتب النحو القديمة نحو وصرف. اسم الفاعل حينما ونائب هذه الدروس لما بيجي يتكلم عن الفاعل ويتكلم عن نائب الفاعل، بيتكلم عن التغيير الذي يطرأ على الفعل، التغيير الذي يطرأ على الفعل وظيفة علم الصرف. لكن هو ما كانش زمان إلى الوقت المعاصر المتأخر في حد فاصل بين النحو والصرف، كل كتب النحو كانت نحو وصرف، الفيدي بن مالك في النحو والصرف. لما يجي بيتحدث عن اسم الفاعل، بيتحدث عن اسم الفاعل من حيث العمل ومن حيث الاشتقاق في باب واحد، قطر الندى هتجد فيه الكلام دوت، شذوذ الذهب كده، توضيح المسالك لابن هشام كده، شرح ابن عقيل على الألفية كده، حتى النحو الوافي في المعاصرين. والنحو الوافي ده يا جماعة هو يعني كتاب رائع، رائع جدا جدا جدا، يعني كتاب النحو الوافي لعباس حسن، يعني هذا كتاب لابد أن يكون في مكتبتكم، حتى إن لم تقرؤوه الآن فيكون مرجعا لكم بعد ذلك. النحو والصرف، النحو والصرف. لا نستطيع إيه؟ هو يغلب عليه النحو أكثر من 90% من المباحث نحو، ويذكر في الصرف ما لا بد منه.
البلد. لكن أي كتاب في الأب الرومية نفسه فيه صرف حينما يتحدث في موضوع نائب الفاعل ده ويتحدث عن التغيير ويتحدث عنه وعن ده كلها مباحث صرفية. لكن أنا كما قلت لك إنه أصلاً ما فيش معزل ما بين النحو والصرف، هما علم واحد تمام، أو هما علمان يتعلق بعضهما ببعض، كل منهما يتعلق بأخيه. نعم. والثاني في نحو شد الحزام والأصل شرد فأدغم أحد المثلين في الآخر في الآخر فكسر أول المثلين مقدر. نعم. وإن كان عامله مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. برضو التغيير هيكون تحقيقا أو تقديرا كما كان في الفعل الماضي. نعم. تحقيقا في نحو يضرب زيد فيضرب فعل مضارع. الأمثلة هنا هتكون هي الأمثلة هنا، ما فعل في الماضي سوف في المضارع. أسرع. فيضرب فعل مضارع مبني للمفعول وزيد نائب الفاعل أو تقديرا في شيئين، الأول في نحو يباع العبد والأصل يبيع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، نقلت فتحة الياء إلى ما قبلها فقلبت الياء ألفا للعبد. هنا برضو في خطأ ويقع فيه بعض أهل العلم كمان، إنه لما بيدخل إلى أو حرف الجر على بعد أو قبل، على بعد أو قبل لا يجوز، لابد أن تأتي بما، فتقول مثلا جلست إلى قبل الظهر في انتظارك، هذا خطأ، لابد أن تقول إلى ما قبل الظهر. جلست أنتظرك إلى بعد العشاء، خطأ، إلى ما بعد العشاء. وتجد في كتب أهل العلم أنفسهم اللي هم غير متخصصين في اللغة العربية، لكن على طريق التسمح، يعني احنا لما نشوف دي بقى وقع فيها عالم نقول ايه، مش ان هو اخطأ وان هو جاهل في اللغة وانه ما يعرفش، لا، نقول هذا من باب التسمح. التسمح يعني ايه؟ يعني تسامح في العبارة، يعني ما دققش، مش نقول هو نتهم ان هو جاهل ولا يعرف، ده انا عارف المعلومة اهو وهو ما كانش عارف. ده انا قرأت لابن حجر في فتح الباري فلقيته بيقول الى بعد كذا، لا يا اخويا، لو احنا جينا وحبينا نطلع له مخرج لغوي هنطلع له مخرج لغوي، لكن احنا كطلبه علم لابد ان نمشي على ايه؟ الجاده، عشان تتعود الجاده. لكن هتتعود التسمح من صغرك يبقى ان شاء الله لما هتكبر يبقى ما فيش خالص. لكن هو لما كان في سن الطلب كان فيه الجاده، بعد كده عشان كده العلماء كانوا دايما يقولوا ايه؟ عجبت لنحوي كيف يخطئ ويخطئ ويخطأ. يعني النحوي المتمكن يخطئ، مش بشر، ويخطئ يعني غيره تمام، ويخطأ هو. طب ايه الفارق ما بين يخطئ ويخطأ؟ معنى الاثنين هو أخطأ فيهما، انه يخطئ الاولى هو أخطأ يعني نسي او جهل او الى اخره، لكن يخطأ الثانية يعني هو قال كلاما صوابا لغة لكنه رزق بغيره بمن يخطئه، يقول له لا، القاعدة دي خلاف الأولى، أو فيها تسمح زي ما احنا بنقول دلوقتي، أو فيها تجوز، أو أن الأولى منها كذا إلى آخره. فأنت كرجل نحوي تخطئ وتخطئ غيرك ويخطئك إيه؟ يخطئك غيرك. واللغة فيها العجائب، يعني أرأي بعض مشايخنا كان يقول إيه؟ كل كلمة أو كل حركة ممكن تقولها في أثناء الكلام ممكن يطلع لها شاهد فيه عند العرب، صح، لكن ده على خلاف القاعدة، اللهجات العربية كثيرة ماشي، لكن ده على الجدة، ده كده على الحادة مش على الجدة، الحادة يعني حادة عن الطريق. نعم. فقلبت الياء ألفا لتحركها الأصلي وانفتاح ما قبلها بعد النقل ففتح الياء مقدر. والثاني في نحو يشد الحبل، في نحو ماشي ماشي ماشي، والأصل يشد، أما منصوب على الظرفية يعني، ما هو كيف يخطئ ويخطأ والأصل يشدد الحبل بدالين أدغم أحد المثلين في الآخر ففتح أول المثلين مقدر. وإن كان عامله اسم فاعل جيء به على صيغة اسم المفعول تحقيقا نحو أمضروب زيد فمضروب اسم مفعول وزيد نائب الفاعل والأصل أضارب عمرو زيدا فحذف الفاعل وحول بصيغة حذف
هو ينفع برضو نشيها في حدث هو المتكلم يعني، لكن احنا على الجدة تبقى ايه؟ حذف. فحذف الفاعل وحولت صيغة اسم الفاعل الى صيغة اسم المفعول او تقديرا، او تقديرا يعني، او كان التغيير تقديرا. فين اسم المفعول؟ يبقى احنا عندنا الفعل الماضي وعندنا الفعل المضارع وعندنا اسم المفعول، كل تغيير في الثلاثة اما تحقيقا او ايه؟ او تقديرا. نعم. نحو أقتيل عمرو، فقتيل بمعنى مقتول، وعمرو نائب الفاعل فصيغة مفعول مقدرة، ونائب الفاعل على قسمين، ظاهر كما مثلنا، ومضمر نحو أكرمت بضم التاء للمتكلم وحده، أكرمنا للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. أو المعظم نفسه، أنا في الدرس السابق أظن سبق لساني وقلت المعظم نفسه، وهذا خطأ. نبهني بعض إخواننا بعد الدرس قال لي معظم نفسه ولا نفسه؟ قلت له وأنا قلت نفسه؟ قال لي آه. قلت له سبق لسان، هي سبق لسان ما يسبقش لسان يعني ولا يسبق؟ طب ويسبق ليه؟ مهول ما يسبقش. نعم. أول نعم معظم نفسه إن أنا أقول شيء بلاش توجيه. آه طبعا معظم اسم فاعل ونفسه مفعول للمعظم، واسم الفاعل بيعمل عمل الفعل، فالمعظم نفسه تمام، ده اسم فاعل والمفعول بتاعه نفسه. وبقى مش التوجيه بتاعها، اعرابها ايه؟ لان انت لما تقول التوجيه كانك تقول حينما قلت المعظم نفسه توجيهها ايه؟ فانا اقول لك ايه؟ المعظم لنفسه على اضمار حرف الجر. هنخترع بقى قواعد، ما هو عجبته نحوين كيف يخطئ ويخطئ ويخطئ، يعني هسيبكم تخطئوني؟ ما يصحش يعني. نعم. أو المعظم نفسه أو المتواضع. أي أكرمت بفتح التاء للمخاطب. فين المتواضع دي؟ طب هو أنت يا حبيبي بتقرأ اللي أنا قلته ولا المكتوب أمامك؟ طيب بس إزاي المتواضع يعني؟ في أي نسخ المتواضع؟ للمتواضع دي تقولها لما اسالك هي ناء الفاعلين دي بتيجي لايه، فتقول لي المعظم نفسه او للمتواضع، كمان تاتي للمتواضع. يعني ايه ازاي بتقول جئنا وانت متواضع؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت انه بعض العلماء قال انها تاتي تواضعا كان المتحدث قد جعل نفسه في زمره جماعه فغمس نفسه في الجماعه، فشوف بالغ في اهمال نفسه الى ان جعل نفسه واحدا من ايه؟ من مجموعه. أخذ بلد؟ نعم. أكرمت، لكن هي في الأصل تأتي لمن يعظم نفسه. أكرمت بفتح التاء للمخاطب المذكر، أكرمت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة، أكرمتما للمثنى المخاطب مطلقا. وأنا هنا أنبه على أمر نبهت عليه من قبله، أنه تاء المخاطبة أو كاف المخاطبة المكسورة يخطئ كثير من طلبة العلم فيكتب بعد التاء والكاف ياء، تمام؟ هذا خطأ، ما ينفعش انك تكتب بعدها ياء كسرة فقط. أكرمتي بالتاء المكسورة، أكرمكي بالكاف المكسورة، تمام؟ كلمكي بالكاف المكسورة في الآخر، مش واحد يكتب لي كلمكي بالياء، أكرمتي بالياء، ما ينفعش. ده جهل فادح فاضح لا دخل العامية لنا، احنا مش عوام، احنا طلبة علم. لو احنا تأثرنا بالعامية يبقى نقوم كلنا كده ومش داعي للتلقيح الأزهري. أخد بالك؟ ده جهل فادح فاضح، وأنا دايما إني أقول إنه في أخطاء فادحة فاضحة. فادحة لعظمها، فاضحة لأنها تفضح فاعلها وتفضح صاحبها. فده من الأخطاء الفادحة الفاضحة القادحة. ها. أكرمتما للمثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا. نعم. أكرمتم لجمع المذكر، أكرمتن لجمع المؤنث، أكرما للمفرد المذكر الغائب، أكرمت بسكون التاء للمفردة الغائبة، أكرما للمثنى الغائب مطلقا، أكرموا لجمع المذكر الغائب، أكرمنا لجمع المؤنث الغائب. والفعل في جميع هذه الأمثلة مضموم الأول وهو الهمزة، مكسور ما قبل الآخر وهو الراء، ويقال في الجميع فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والضمير نائب الفاعل وهو اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. نعم.
الثالث والرابع من المرفوعات المبتدا والخبر. المبتدا يعني المبتدا رقم 3 والخبر رقم 4. نعم. المبتدا هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظيه بغير الزائده للاسناد فخرج الفاعل. يا جماعه كررت او قلت واكرر تعريف الفاعل نائب الفاعل المبتدا الخبر كل هذه التعريفات مهمه وتحفظ من الازهري. قلنا ان ما ذكر في الاب الروميه كان على سبيل التقريب للمبتدئ، اما على سبيل التحقيق والتدقيق فان تعريف الشيخ الازهري في الازهريه هي من ادق التعاريف. نعم. المبتدا هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظيه بغير الزائده للاسناد فخرج الفاعل حقيقه نحو قام زيد، والفاعل مجازا نحو كان زيد قائما لعدم التجرد. يعني لعدم التجرد، بمعنى طبعا الشيخ هنا هيبدا في شرح التعريف ونحن سنعلق كما في العاده، يعني نعلق على ما يحتاج الى التعليق. تمام. فهو هنا بيقول لك ايه؟ التجرد. كان زيد قائما، العامل ملفوظ ولا مقدر؟ ملفوظ، اللي هو كان موجود اهو، لكن المبتدا المجرد عن العوامل. عشان كده لما بنيجي نقول زيد قائم ادي زيد المبتدا، طب مرفوع بايه؟ بالابتداء. لكن في عامل ملفوظ، يعني قلت ان، قلت كان، قلت فعل، قلت جاء، مفيش. هو ده معنى المجرد، ان العامل غير موجود، يعني العامل معنوي وليس العامل لفظيا، بخلاف كان زيد اهو، هي الجمله زيد قائم، خليتها كان زيد قائما. ايه الفرق بين هنا وهنا؟ انه زيد قائم العامل معنوي يعني مقدر، يعني المبتدا مجرد عن العوامل زيه زي الفعل المضارع لما بنقول يضرب مجرد عن العوامل، بخلاف لن يضرب العامل موجود اهو، لن يضرب، بخلاف لم يضرب العامل موجود اللي هو لم، الى اخره. لان عاملهما لفظي وهو الفعل، وخرجت الاعداد المسروده. المسروده اللي هي المتتابعه، الاعداد المسروده يعني الاعداد المتتابعه. نعم. نحو 1 2 3، فإنها وإن جردت عن العوامل اللفظية لا إسناد فيها ودخل. إيه الإسناد يا جماعة؟ الإسناد يعني عندي مسند ومسند إليه، أدي معنى كلمة الإسناد. وال من علامات الاسم الإسناد أن يصلح أن يكون مسندا، أخد بالك؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم، تمييز ومسند اهو بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، اخد بالك؟ مش ومسند للاسم تمييز حصل، لا. لو احنا هنفصل بقى البيت بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، اي حصل التمييز للاسم بالجر والتنوين والندى وال والاسناد، اخد بالك؟ ده معنى البيت. نعم. ودخل نحو بحسبك درهم، فحسبك مبتدأ. اقرأ تاني. وخرجت الأعداد المسرودة. وخرجت الأعداد المسرودة نحو 1 2 3، فإنها وإن جردت عن العوامل اللفظية لا إسناد فيها. تأثر بالعوامل. أنتوا عندكم عوام في روسيا؟ بس ما فيش في اللغة العربية عوام، لمن يتحدث اللغة العربية يتحدثها فصيحة، ولا في العامية الروسية؟ ما فيش العاميه الروسيه. طيب بس انت طبعا هتنقل الى العاميه الروسيه العاميه المصريه، تكون الجسر الواصل بين العاميتين. نعم. ودخل نحو بحسبك درهم، فحسبك مبتدا ودرهم خبره، ولا يقدح في ذلك كون المبتدا كون المبتدا لا يقدح في ذلك كون، يقدح فعل. شوف تذوق، تذوق الجمل، تذوق في الإعراب، تذوق. أي فعل لابد له من إيه؟ من فاعل. طيب لا يقدح في ذلك، مفيش لسه الفاعل أهو، فين الفاعل؟ كونه أهو، جاء الفاعل. شوف إزاي؟ لذلك قالوا الإعراب فرع المعنى. يعني إيه الإعراب فرع المعنى؟ يعني افهم المعنى ستعرف إعرابا صحيحا. في مبتدأ يبقى لابد من إيه؟
من خبر، في فاعل ولا بد من ايه؟ من فاعل. طب اين الخبر واين الفاعل؟ بالتذوق بقى، يعني مش لازم الكلمه اللي بعد الفعل هي الفاعل، مش لازم الكلمه اللي بعد الخبر المبتدا تكون هي ايه؟ هي الخبر. ولا يقدح في ذلك كون المبتدا مجرورا، اهو ايه اعراب مجرورا؟ خبر كون. طب المبتدا مجرور بكون وهو اسم كون، كون ده مصدر، وهياتي الان في كان واخواتها وسبق في الاجروميه. ابن اجروم قال ايه؟ وما تصرف منها، اي من اخوات كان يعمل عمل كان، وما تصرف منها نحو كان يكون كن، وهات بقى اسم المفعول مكون، وهات اسم الفاعل كائن، وهات المصدر اللي هو كون، وهات كل المشتقات ان صلح يعني ان ياتي منها بقيه المشتقات. نعم. ولا يقدح في ذلك كون المبتدا مجرورا بحرف جر زائد، لان الحرف الزائد وجوده، لان الحرف، خلي بالك شوف، لان الحرف ادي اسم ان، الزائده صفه، وجوده ده هو الخبر بتاع ان، وجوده كلا وجود، كلا وجود، كلا وجود. والخبر هو المسند الى المبتدا، فخرج عامل الفاعل كلا وجود. هنا اعرابها ايه؟ لما حين اقول كلا شيء او بلا شيء او بلا وجود، كل هذه المواضع لا تكون زائده، زائده يعني لا عمل لها، لكن في المعنى لها عمل او لها معنى. خلي بالك معايا في النحو، لما بنقول حرف زائد مش معنى ان هو زائد يعني ملهوش لازمه، لا، يعني لما اجي اقول بحسبك درهم، او حينما اقول في اي، الباء تاتي زائده، من معاني الباء في حروف الجر انها تاتي زائده، اخد بالك؟ وفي حروف كثيره تاتي زائده، لكن ده من حيث ايه؟ العمل. لكن من حيث المعنى هنروح بقى لمين في المعنى هنا؟ لعلماء المعاني. أخد بالك؟ ما هو علم المعاني بياخد ما انتهى إليه عالم النحو. عشان كده كانوا دايما يقولوا لنا ما ينفعش تدرس علم بلاغة بعد ما تاخد علم إيه؟ علم النحو، لأنه أصلا علم المعاني ومعاه البيان قائمان على علم النحو. البديع يمكن أكثره محسنات لفظية وما إلى ذلك، فما هوش بيحتاج إلى النحو زي المعاني والبيان. اللي أنا عايز أقول إن حتى من باب التأدب، من باب التأدب في القرآن ما كانوش يقولوا حرف زائد، كان يقولوا عليه حرف صلة، أو يسموه عصا الخطيب. عصا الخطيب لما تقرأ في بعض التفاسير القديمة يقول لك الحرف ده إيه؟ يقول لك عصا الخطيب. يعني إيه عصا الخطيب؟ أي كالعصا التي يمسكها الخطيب في خطبة الجمعة، ليست من فرائض الخطبة ولا من أركانها، وإذا استغنى عنها فلا شيء يقدح في الخطبة ولا في الصلاة. فشوف الأدب مع القرآن، عشان ما يقولكش إن الحرف زائد يعني ملوش لازمة، يقول لك ده صلة أو عصا الخطيب. إيه معنى عصا الخطيب؟ يا إبراهام إيه المعنى؟ يعني زائدة، صح كده؟ عشان أنا قلت لك اسمك ده في عدة لغات، منها إيه؟ إبراهيم وإبراهام وإبراهوم وإبراهيم، في 9 لغات، خدت بالك؟ إبراهيم وإبراهام وإبراهوم دول كام؟ 3، وفي 6 مش 9، عشان هي إبراهيم وإبراهام وإبراهوم، وبعد كده إبراهيم الهاء فيها 3 أوجه، الفتح والكسر والضم، يبقى كده كام لغة؟ 6 لغات في إبراهيم. اختار لك بقى ايه لغة عايز اقول لك يا ايه يا ابراهام. ماشي، اقول لك يا ابراهام، او نزلعك بالعامية ونقول لك يا برهومة. ماشي يا سيد ابراهيم. نعم. لا طبعا مفيش حاجة اسمها زيادة بمعنى ان احنا نستغنى عنها، لا، زيادة يعني اللي احنا بنقول عليه ده، احنا اللي دفعنا الى هذا ايه؟ كلا وجود،
حينما أقول كلا وجود أو حينما أقول بلا شيء، لا هنا زائدة وشيء مجرور بالباء في الإعراب، يعني كلا وجود لا هنا زائدة، طب وجود مجرور بإيه؟ بالكاف. بلا وجود لا زائدة، لكن كل الله هنا اللي احنا اللاءات اللي قلنا عليها زائدة معناها ايه؟ النفي، تنفي الشيء، تنفي الوجود الى اخره. نعم. والخبر هو المسند الى المبتدأ، فخرج عن الفاعل فانه مسند الى الفاعل لا الى المبتدأ. مثال المبتدأ والخبر زيد قائم، فزيد مبتدأ. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والايادي شاهد. نعم. فزيد مبتدأ لأنه مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، وقائم خبر لأنه مسند إلى المبتدأ. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر كما تقدم في الفاعل ونائبه. نعم. فالظاهر أقسام ثمانية: مفرد مذكر نحو زيد قائم، مثنى مذكر نحو زيدان قائمان، جمع مذكر مكسر نحو الزيوت قيام، جمع مذكر سالم نحو الزيدون قائمون، مفرد مؤنث نحو هند قائمة، مثنى مؤنث نحو الهندان قائمتان، جمع تكسير مؤنث نحو الهنود قيام، جمع مؤنث سالم نحو الهندات قائمات. والخبر في ذلك كله مطابق لمبتدئه في الإفراد والتثنية والجمع تكسيرا أو تصحيحا. وأقسام الظاهر كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية، فإن الذكي يدرك بالمثال الواحد ما لا يدرك الغبي بألف شاهد. يا سلام، ما لا يدرك الغبي. وخلي بالك هنا، شوف الشيخ يعني كلامه سبحان الله في غاية الدقة. قال لك ايه؟ اقرأ كده العبارة. فإن الذكي يدرك بالمثال الواحد ما لا يدرك الغبي بألف شاهد. شوف، المثال يختلف عن الشاهد. المثال هو جزئي يذكر لبيان وتوضيح القاعدة، تمام؟ المثال جزئي يذكر لبيان القاعدة وتوضيحها. إن أوضح القاعدة فبذكر لك إيه؟ مثال، كويس؟ أما الشاهد فهو جزئي يذكر لإثبات القاعدة، ولا يكون إلا من القرآن أو الحديث النبوي أو كلام العرب الموثوق بعربيتهم. عشان كده يقول لك إيه الشاهد في البيت؟ يعني إيه الشاهد؟ الشاهد أي أن هذا اللفظ أو أن هذه الجملة هي التي منها نثبت هذه القاعدة. وتجد في بعض الكتب يقول لك وقد ذكر هذا المثال أو ذكر هذا البيت مثالا لا شاهدا. يعني مثالا لا شاهدا أي أنه لا يصلح لأن يكون شاهدا على القاعدة، نظرا لأنه ليس من كلام العرب الموثوق بعربيتهم، وإنما جاء مثالا. يعني جاء مثالا أي أن القاعدة قد ثبتت، إلا أننا أردنا توضيحها فجئنا بهذا المثال. ده الفرق بين المثال وإيه؟ والشاهد. يبقى المثال لتوضيح وبيان، أما الشاهد ده إثبات، ما فيش قاعدة أصلا، فمن خلال هذا الشاهد أثبتنا القاعدة. فأيهما أرسخ وأمكن، الشاهد ولا المثال؟ الشاهد. فشوف بيقول لك إيه؟ إنه الذكي يكتفي بمثال واحد، أما الغبي فلا يكفيه ألف شاهد، مع أن الشاهد أقوى بكثير من المثال، لكن هو عشان ذكي هيكتفي بإيه؟ بالمثال. أما الغبي وأعاذنا الله وإياكم الغباء والغباوة من الاثنين، الغباء اللي هو في العقل، الغباوة دي اللي هي غباوة الطبع، إنه إنسان غبي الطبع يعني مليء بالأحقاد والأطماع والأقدار والأمراض القلبية، هي الغباوة الحيوانية، أخد بالك؟ يعني إنسان لم يتخلص من أضرار نفسه، ولم يتخلص من أقدار نفسه، لم يزكي نفسه، ولم يربها، ولم يهذبها، ولم يشتغل على إصلاحها وإصلاح ما فيها من مفاسد وعيوب. وده كله وظيفة علم التصوف اللي هو السلوك، ما سموهوش تصوف يا سيدي، سميه سلوك، سميه أخلاق، سميه تزكية. وفي كل الأحوال لازم تحفظ الأبيات اللي نقلها البيجوري في الجوهرة ونقلها غيره،
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكائك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاش كأنك صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. هو ده اللي احنا عايزينه. سميته بقى تصوف، سميته أخلاق، سميته تزكية، سميه بما تسمى إن كان يعني في حساسية في كلمة تصوف. لكن والله اللي تجيله حساسية من كلمة تصوف لازم برضو تجيله حساسية من كلمة نحو وكلمة صرف وكلمة بلاغة. لأنه اللي عنده حساسية من كلمة تصوف بيقول لك أصل هذه الكلمة لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والله وكلمة النحو برضو ما كانتش، ولا كلمة الصرف، ولا سيدنا عمر مع أنه كان من أفصح العرب هو وبقية الصحابة كانوا أصلا يعرفوا أن الفعل مرفوع أو المفعول منصوب، كانش عندهم أصلا الكلام ده، يقول لها الصلاحات حادثة حدثت بعد ذلك. لكن أهل العلم كانوا إيه؟ كلما اختل جزء في عقل الناس عالجوه بوضع علم معين. فكل العلوم كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بنأتي ونقول أن واضع العلم الفلاني فلان، مش معناه أنه هو المنشئ للعلم، معناه أنه الكاشف عن هذا العلم. يعني حينما نقول مثلا أنه الوضع علم النحو أبو الأسود الدولي أو سيدنا علي هو وضعه من دماغه، يعني حينما نقول أن وضع مثلا الأصول الإمام الشافعي هو وضع، لا، هو كاشف. يعني كاشف أي أن العلم موجود بأفراده لكنه لم يصنف فيه كتاب أو لم تجمع له قواعد. لكن في عقول العرب الخلص كان موجود، كان موجود حاجة اسمها أخلاق وتزكية وإلى آخره، اصطلحوا على تسميته بالتصوف. كان موجود قواعد حفظ اللسان اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. كان موجود قواعد حفظ بنية اللغة سميت بعد ذلك بعلم الصرف. كانت موجودة قواعد لتذوق الكلام والتمعنن فيه وبيانه سميت بذلك بعلوم البلاغة. كانت موجود آلات تحكم العقل وتضبط الذهن سميت بعد ذلك بعلم المنطق. كانت موجودة آلات بتضع عليها حدود لحفظ العقيدة وما إلى ذلك سميت بعد ذلك بعلم العقيدة أو التوحيد أو علم الكلام. كانت موجودة ضوابط فقهية يصير عليها الفقهاء ليعرفوا كيف يجتهدون وكيف يستنبطون سميت بعد ذلك بعلم الأصول. كانت موجودة قواعد لحفظ الحديث وقواعده سميت بعد ذلك بعلوم الحديث. كانت موجودة قواعد لحفظ الضوابط القرآنية ومعرفة المكي والمدني وسبب النزول سميت بعد ذلك بعلوم القرآن، وهكذا. كلما نقص البناء، كلما نقصت لبنة في هذا البناء، عوضوا بهذه اللبنة علما جديدا حتى يتم البناء وحتى يعود كما كان. أخدين بالكم ولا مش أخدينه؟ أخدين بالكم يعني. طب الحمد لله، كل واحد يخلي باله من باله. نعم. والمبتدأ والمضمر اثنا عشر قسما، متكلم وحده نحو نظائمه، متكلم معه غيره، معظم نفسه نحو نحن، أو معظم نفسه. أو معظم نفسه. ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ هو يا إما تقول ليه يا إما أنت تجيب. علشان؟ يعني ليه ما قلناش أو معظم نفسه زي أو معظم كده وسكتنا، أو معظم نفسه، أو معظم نفسه. ليه قلنا معظم نفسه؟ لأنه مش مضاف إلى كلمة نفس، عامل فيها. فطالما عمل فيها أنا أعتبره اسم مفعول، اسم فاعل أقصد، يبقى لابد أن نقطعه عن الإضافة. طب كيف نقطعه عن الإضافة؟ بحذف التنوين، نضيفه بحذف التنوين. يعني إذا أضفناه نحذف التنوين. طب إذا قطعناه عن الإضافة نثبت التنوين. فنقول معظم نفسه يبقى مضاف ومضاف إليه، أدينا حذفنا التنوين، مضاف ومضاف إليه، مجرور، نفسه هنا مجرور. طب قطعناه عن الإضافة تبقى إيه؟ معظم نفسه. ضارب غيره، أدي مضاف ومضاف إليه، حذفنا التنوين. طب حوش التنوين، ضارب غيره.
فاهم الدرس. ادي مضاف ومضاف اليه، حذفنا التنوين فخوش التنوين، فاهم الدرس. كل ده اسم فاعل، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره هو معظم، هو نفسه ضارب، هو غيره فاهم، هو الدرس الى اخره. لذلك قالوا الاضافه لا تجامع التنوين، الاضافه لا تجامع التنوين. يعني لا تجامع التنوين، يعني لا تاتي مع التنوين. يعني جبت اضافه تحذف التنوين، حطيت التنوين يبقى ما فيش اضافه، ما يعودوش هما الاثنين في مكان واحد. اخد بالك؟ في حاجه معينه في موضوع القطع يعني. اخد واضح الكلام على كده ولا مش واضح؟ واضح. واضح يا فتاح؟ مش عاجبني انت النهارده، تايه كده وسرحان. سرحان ولا سرحان؟ سرحان بالكسر، اسم ذئب يعني. سرحان اللي هو العالم، لما اشوف واحد اسمه سرحان عبد البصير مثلا، اخد بالك؟ هو الضبط اللغه والصحيح بتاعه سرحان. سرحان هو في الحقيقه علم جنس يعني على الذئب، زي اسامه كده للاسد. نعم. من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا ذؤالة للثعلب، ثعالة للثعلب وذؤالة للذئب وأم عرية. آه صح مظبوط، أحسنت. اللي أنا عايز أقوله إن سرحان بكسر السين. وأبو الفتح البستي في عنوان الحكم قال إيه؟ سرحان، لا سحبان، قال سحبان مش سرحان، بس فيها سرحان برضه. القصيدة دي يا جماعة لابد أن تحفظوها، اكتبوا اسمها عشان تجيبوها وتحفظوها. قصيدة عنوان الحكم لأبي الفتح البستي، موجودة بكاملها، أوردها التاج السبكي في طبقات الشافعية بكاملها، وموجودة في كتاب جواهر الأدب لأحمد الهاشمي، السيد أحمد الهاشمي، وطبعها منفردة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. وهي قصيدة مهمة جدا جدا جدا، لأنك تكتسب منها أمرين. الأمر الأول أنها قصيدة حكمية فيها حكم، وأنها تكسبك ألفاظا راقية، اللي هي أولها زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن بقاء المال فقدان. وهي التي يقول فيها أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا. ويقول فيها هذا البيت اللي هو أصلا سبب سرحان، لما لو تلك سحبان ولا سرحان، قال إيه؟ سحبان ده كان رجلا من أفصح العرب، رجل من أفصح العرب يقولون أبلغ من سحبان، زي كده أجود من حاتم اللي هو حاتم الطائي. يبقى الرجل البليغ الفصيح اسمه إيه؟ سحبان، سحبان بن وائل. وكان في واحد عيي جدا، العيي اللي هو عكس الفصيح، اللي هو لا يستطيع ان يبين، عيي لا يستطيع ان يعبر، كان اسمه باقل. اسمه ايه؟ باقل. باقل ده بلغ من عيه انه ذهب الى السوق واشترى دابة، حمارا او بقرة، وامسكها باللجام، الخطام بتاعها الزمام، فاشتراها بأحد عشر دينارا. وهو ماشي كده، فواحد سأله بكم هذه، فأشار بأصابعه العشرة وأخرج لسانه حتى يقول إيه؟ أحد عشر. ففرت الدابة وهرب. ف...
فكان يضرب به مثل في العين. فشوف بقى والفتح البصري المعنى البليغ الجامد جدا بيقول لك ايه؟ سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. يعني الناس بتقيم بايه؟ بالمال. فلو ان هناك رجلا فصيحا بليغا لكن ليس معه مال، ينظر الناس اليه على انه ايه؟ باقل. ولو ان هناك باقلا عييا لا يستطيع ان يبين ومعه مال، ينظر الناس اليه على انه ايه؟ سحبان. سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. قصيدة دي يا جماعة يعني يطربني من يأتي ويقول لي حفظتها، أرفع له القبعة أقول له إيه؟ شابوه. أخي بالك، مهمة جدا جدا في تكوينك الأخلاقي وفي تكوينك العلمي وفي تكوينك البلاغي الذوقي، فلابد أن تحفظوها. عنوان الحكم، عنوان الحكم لأبي الفتح البستي المتوفى سنة 400 كده، لا قبلها ولا بعدها. اللي هو ايه؟ لا بالكسر، فقدان. نعم بكسر الفاء، فقدان. فقدان، فقد يفقد فقدان وفقدا، لكن ما اسمهاش فقدان. ها أو معظم نفسه، أو معظم نفسه نحو نحن قائمون، المخاطب المذكر نحو أنت قائم، المخاطب المؤنث نحو أنت قائمة، المثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا وهو أنتما في نحو أنتما قائمان، المثنى المذكر على أنتما قائمتان، المثنى المؤنث جمع المذكر المخاطب نحو أنتم قائمون، جمع الإناث جمع الإناث المخاطبات أنتن قائمات، المفرد الغائب نحو هو قائم، المفرد الغائبة نحو هي قائمة، مثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا وهو هما في نحو هما قائمان، في مثنى المذكر أو هما قائمتان، في مثنى المؤنث جمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون، جمع الناس الغائبات نحوهن قائمات، والمبتدا في ذلك كله مبني لا يظهر فيه إعراب. إعراب، ليه قلت إعراب؟ يعني ممنوع من الصرف، عشان تقول إعراب مش ممنوع من الصرف. قول كده الأبيات بتاع ممنوع من الصرف. عجمة تنو، هاي عز الدين قول الأبيات. وزد مع التعريف. أيوة تركيب مزج. أيوة وامنع حسب نو كويس جميل. على فكرة كلمة أيوة دي كلمة فصيحة مش عامية يعني، لكن هي أيوة مش أيوة يعني مش بفتح الهمزة. أيوة أصلها إي والله، إي والله، إي اللي هو حرف الجواب، قل إي وربي إنه الحق، إي والله، إي حرف جواب، واو قسم الله لفظ الجلال، فخلوها إيه؟ أيوة، حذف لفظ الجلالة المقسم به وعوض عنه بالهاء فصارت إيه؟ أيوة، تمام؟ يبقى أيوة دي كأنها منحوتة من إي والله، زي كلمة أيش منحوتة من أي شيء. إحنا بنقول كده إيه؟ إيش هذا؟ إيش؟ إيش فصيحة برضه، لكن هي مش إيش؟ أي شن، أي شن، أي شن هذا؟ يعني إيه؟ أي شيء هذا؟ واضح؟ ها؟ والخبر كتمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد هنا ما ليس جملة ولا أهو، المفرد شوف هنا، يعني المفرد في باب المبتدأ والخبر، ونبهنا على ذلك مرارا وتكرارا، أن المفرد يختلف المراد به باختلاف أبواب النحو.
فالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها، ولو كان مثنى أو مجموعا لمذكر أو مؤنث كما تقدم من الأمثلة، فالخبر فيها كلها ليه كلها؟ علشان ده تأكيد للضمير المجرور. فين الضمير المجرور؟ اللي هو الهاء. فيها في حرف جر، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر، تمام؟ كلها بقى توكيد لمين؟ للضمير ده اللي هو الهاء. فالخبر فيها كلها. أنا قلت ضمير مبني على الضم صح؟ سبق لسان. سبق لسان يعرفوني زي ما أقول عليها. لكن نبهوني أيضا، يعني حينما ترون سبق لسان أو كلمة مستغلقة أو مستشكلة لابد أن تنبهوني في أثناء الدرس حتى لا يتوهم أحد أنني أنا الصواب هو الخطأ. يعني ممكن واحد يقول إيه أنا اللي غلطان والشيخ هو اللي صح. لا، ليس دائم، أحيانا يسبق اللسان يسبق الذهن وهكذا. فهذا كله لابد من التنبيه عليه في أثناء الدرس حتى لا يمشي أحد وفي ذهنه أن ما سمعه هو إيه الصواب. أخدين بالكم؟ لكن برضو لا تتجرأوا، تمام؟ يعني مش كل كلمة هي دي صح ولا غلط، هي دي مش كده، يعني يبقى في ضابط ميزان كده حساس. نعم. فالخبر فيها كلها مفرد لأنه ليس جملة ولا شبهها، والخبر غير المفرد أربعة أنواع: الجملة الإسمية. الجملة إيه؟ الجملة الإسمية. عشان تقول الجملة الإسمية خطأ. الجملة الإسمية صدق لسان. ماشي. الجملة الإسمية وهي ما سطرت باسم نحو زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني ومضاف مش ثاني ثان. ليه ثان؟ لأنه ده مقصور ولا منقوص ولا ممدود؟ ها ثاني اخر ياء اهو منقوص. واحنا ذكرنا قاعده زمان، قلنا انه الاسم المنقوص اللي هو اخر ياء تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر اذا كان نكره. تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر وتثبت في حاله النصب اذا كان نكره. تحذف في حالتي الرفع والجر وتثبت في حالة النصب. أما إذا كان معرفا بالألف أو معرفا بالإضافة فتثبت دائما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فعل ماض، ما تقوليش فعل ماضي، لكن الفعل الماضي. ماشي، مش مشكلة، تمام. هذا كلام ماض أي سبق قوله أهو عشان مرفوع، أخذ بالك. لسان مجرور أهو، أو لماض مجرور أهو، تمام. وثماني تعرف إعراب المنقوص العدد ثمانية، لما نقوله كده ثماني يبقى يعرف إعراب إيه المنقوص. أيضا تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر وتثبت في حالة النصب إذا كان نكرة، إذا عرف تثبت دائما. كتبته ولا ما كتبتوش؟ كتبت ما كتبتش ليه؟ عارفها يعني القاعده؟ طب انت لما ما تعرفهاش ليه ما كتبتهاش؟ اتفضل اكتب. انا قلت خلاص انت مش كتبته قبل كده انه الاسم المنقوص اذا كان نكرة تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر، ولا ما كتبتوش؟ اللي كتب يرفع ايده قبل كده، محدش كتب. صلاة العيد، صلاة العيد، عيد الاضحى، عيد الفطر. طب اكتبوا تاني يا شباب، كده هيضيع العلم. شايف احنا قلنا الذي نقوله لا يقل اهميه عما هو مكتوب ان لم يفق ما هو مكتوب، لان ما هو مكتوب بين يديك تذاكره، لكن ما نقوله اين؟
انك تعتمد انك تسمع انك بتسجل الان فتسمع وكده، هذا من ضياع العلم ايضا. انه طالب العلم يحضر الدرس فيضع في ذهني في اثناء الدرس انه لما يذهب الى البيت هيسمع اللي سجله على الموبايل او على الام بي 3 او شيء من هذا القبيل، بيروح البيت لا بيسمع ولا بيعمل اي شيء، وبيجلس في الدرس تايه ومش عارف هو الواحد بيقول ايه ولا بيعيد ايه. ده برضو من ضياع العلم، انه الانسان يعتمد على التسجيلات، انك تعتمد عليها ده من ضياعه. لكن هي تكون عامل مساعد ماشي، لكن في كل الاحوال لابد ان تكون في الدرس حاضرا منتبها متيقظا، تقيد كل ما يقال حتى وان كان حتى وان كنت تراه غير مهم لك الان، لكن قيده. بعد سنه هتجد انه بالنسبه لك ضروري جدا، مع انك في اللحظه التي تقيده فيها وتكتبه فيها شايف انه هو مش مهم ليك الان، او كلام عالي عليك دلوقتي، او كلام من عارفه فمش مشكله، ممكن تكون عارفه دلوقتي لكن بعد سنه هتنساه. العلم صيد وكتابته، ما احنا حافظينه. قلنا الاسم المنقوص يعني بين قوسين كده اخره ياء، اذا كان نكره تحذف ياؤه يعني بين قوسين كده اخره، في حالتي الرفع والجر، وتثبت اللي هي الياء في حاله ايه النصب. إذا عرف بالألف واللام أو عرف بالإضافة تثبت الياء دائما. القاعدة الثانية إنه كلمة ثماني تعرب إعراب مين؟ المنقوص. يعني هتجري عليها أيضا هذه القاعدة عشان ما يشكلش عليك بعد كده، هي ثماني دي فيها الياء ولا ما فيهاش؟ شوف أنت بقى، هل هي مضافة ولا مش مضافة؟ معرفة ولا غير معرفة؟ مرفوعة ولا منصوبة؟ مجرورة ولا كده؟ بهذه الكيفية. والجملة إذا وقعت، والجملة إذا وقعت خبرا وكانت غير المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط، والرابط هنا بين المبتدأ الأول وخبره هو الهاء. بين المبتدأ الأول وخبره، بين المبتدأ الأول. شوف خلي بالك، بص الرابط هنا، الرابط ده مبتدأ، شوف خلي بالك هنا بين المبتدأ وخبره هو الخبر، هنا كلمة ايه؟ الهاء، وهو ده اسمه ايه؟ ضمير فصل اللي احنا بدأنا بيه الكلام. يعني لو قلنا كان الرابط يبقى هو ايه؟ الهاء على مذهب البصريين، أو هو الهاء على مذهب مين؟ الكوفيين. نعم. والرابط هنا بين المبتدأ الأول وخبره هو الهاء من أبوه. هو الهاء من أبوه. الهاء. هو الهاء من أبوه فإنها عائدة على زيد. الجملة الفعلية وهي ما صدرت بفعل نحو زيد قعد أخوه، فزيد مبتدأ وقعد أخوه فعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر عن المبتدأ وهو زيد. والرابط بينهما أي بين زيد وخبره الهاء من أخوه لأنها عائدة على زيد. الظرف المكاني أو الزماني نحو زيد عندك والسفر غدا، فزيد مبتدأ وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر إن قدر مفردا أو استقر إن قدر جملة، وذلك المحذوف خبر المبتدأ، وقس على ذلك قولنا السفر غدا. طبعا دي مسألة خلافية مشهورة عند النحويين، هل الخبر هو أصل الظرف والجر والمجرور ولا اللي هو كائن أو استقر؟ طبعا جمهور النحاة على أنه هو المحذوف، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. تمام. أبو علي الفارسي ذهب إلى أن عين الظرف أو الجر ومجرور هو الخبر، ونصر هذا القول الإمام المجتهد الكبير الإمام تقي الدين السبكي. فيحكي الإمام تجي الدين السبكي في ترجمة والده في طبقات الشافعية عن اختيارات والده، يعني الإمام السبكي اللي هو تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي ده كان إمام مجتهد كبير، والبيت السبكي ده كان بيت علم. تقي الدين السبكي ده كان مجتهد زماني 750 متوفى،
ابنه تاج الدين السبكي متوفى 771. تاج الدين السبكي اللي هو الابن له كتاب اسمه طبقات الشافعية الكبرى مطبوع في 10 مجلدات. هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا جدا أن تقرأوها اطلاعا. كان وهذا قلته لكم من قبل أن الدكتور محمود الطناحي رحمه الله الذي حقق الكتاب كان يقول كل كتاب من الممكن أن تضعه في رف من أرفف المكتبة، إما رف اللغة أو النحو أو الأدب أو الفقه أو الحديث، إلا هذا الكتاب فيصلح أن تضعه في كل رف من الأرض، فيه الفقه وفيه اللغة وفيه الأدب وفيه الحديث وفيه التفسير وفيه التاريخ وفيه سير العلماء. فالحنفي والمالكي والحنبلي لا غنى لهم عن هذا الكتاب، رغم أنه الكتاب أصلا في تراجم مين؟ الشافعي. طبقات الشافعي الكبرى من الكتب المهمة جدا التي لابد أن تكون في مكتبتك، ولابد أن يأتي عليك زمن تقرأ فيه كتاب كاملا، أقرأه كله كده من أوله إلى آخره 10 مجلدات. تمام. المهم إن الإمام تاج الدين السبكي في ترجمة والده قال إنه من اختيارات الوالد أن الظرف والجر والمجرور خبر بنفسه بذاته، ناصرا في ذلك قول أبي علي الفارسي. واحد يقول لك هو تقي الدين السبكي ماله ومال النحو ينصر ليه ويعمل ليه؟ اقول لك ده كان امام مجتهد. ده الامام تاج الدين ابنه يقول لك ايه؟ مكث 27 سنة هو اعلم اهل الارض على الاطلاق في كل علم. على فكره تقي الدين السبكي كان في عصر ابن تيميه معاصر له، وكان ابن تيمية يتصاغر جدا أمامه، ولما يشوفه كده ما يرضاش يعني يتحدث أمامه بشيء لجلالته. تقي الدين السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، تمام، قاضي القضاة، الإمام المجتهد الكبير، علم من الأعلام الكبار. فالمهم أنه تقي الدين السبكي ده قال في المسألة التي نشرحها الآن أن الظرف نفسه وأن الجر والمجرور نفسه هو إيه؟ هو القول. لكن رغم نصره لهذا القول إلا أنه يبقى قول القليل من النحاة أو القليل من أهل اللغة، وأن قول الجمهور هو أن الظرف أو الجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو إيه؟ أو استقر. واضح الكلام؟ يعني زيد عندك، إما أن نقول عندك ده خبر، أو إنه متعلق بمحذوف تقديره مستقر أو استقر، كائن أو يكون. إن أردت أن تقدر مفرد يبقى مستقر، أي مستقر هو. إن أردت أن تقدر جملة يبقى إيه؟ استقر. واضح الكلام؟ المقدر هو الخبر، يعني هو عندك متعلق بمحذوف مقدر هو الخبر، على قول الجمهور. طب على قول تقي الدين السبكي ومن نصر قوله ان هو الظرف نفسه هو الايه؟ لكن في كل الاحوال هو الخبر، في كل الاحوال هو ايه؟ هو الخبر. نعم. الجار والمجرور نحو زيد في الدار والبرد في الشتاء، فزيد والبرد كل منهما مبتدأ، وفي الدار وفي الشتاء كل منهما جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. مستقر أو استقر. ليه ما تلخبطوش دلوقتي؟ لأن يعني في حاجة هناخدها في آخر الكتاب خالص، حاجة اسمها الظرف المستقر. الظرف المستقر دي في آخر الأزهرية خالص، هناك تروح تلاقيها في آخر صفحة ولا صفحتين. تقول لك إذا كان المحذوف عاما أو كان المحذوف خاصا، فإذا كان المحذوف عاما سمي الظرف لغوا، وإذا كان خاصا سمي مستقرا. تمام. يعني مستقرا يعني مستقر فيه الضمير. دي لمحة كده والكلام ده هيستبين في الآخر، لكن أنا نبهت هنا ليه؟ عشان ما تقولش مستقر هنا، مستقر دي فين؟ في الآخر. ودي من المسائل على فكرة التي لا تجدها إلا في الأزهرية، موضوع الظرف المستقر والظرف اللغوي. اسأل أجعصها واحد كده روح قول له
فيها الظرف المستقر واللغو، وما يكونش قارئ الأزهرية ما يعرفوش، ما يعرفوش ايه المستقر وايه اللغو ده، ايه اللي انت بتقول يا عم ده، ايه اللي انا شايفه ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه ده يعني، ايه المستقر واللغو. فده تروح تقول له ايه، روح يا أزهرية بتاع تاني عاداتي. اهو ده الشبر، ده اللي احنا بنتكلم عليه، انك لسه في الشبر تنظر له كده بازدراء واحتقار. روح اقرا الازهريه، روح اقرا الازهريه. هو احنا نتعب ونسهر ونروح الصبح ونحضر كده وبتاع وانت تاخد كده بالسهل؟ لا. نعم. وذلك المحذوف خبر المبتدا. الخامس من المرفوعات اسم كان واخواتها. اعلم ان كان واخواتها ترفع المبتدا ويسمى اسمها، ده اللي احنا بنتكلم عليه اهو، ويسمى اسمها اهو، يسمى اسمها اللي هو مين؟ هو اللي هو محذوف، يسمى هو اسمها. حذف المفعول الاول اللي هو اصلا بيجي هنا كده خلاص نائب فاعل، والمفعول الثاني ثبت ان هو المفعول بتاع الفعل. نعم. وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أيوة. وهي 13 فعلا كان، وهي الاتصاف المخبر عنه، مخبر عنه بالخبر في الماضي اما مع كان. هو هنا يذكر كل 13 فعلا ويذكر معنى كل فعل ومعنى كل ناسخ من هذه النواسخ. نعم. اقرا سريعا. كان وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي اما مع الدوام والاستمرار نحو كان الله غفورا رحيما، واما مع الانقطاع نحو كان الشيخ شابا. يعني الدوام والانقطاع من حيث المعنى، يعني هو تأدبا مع الذات الأقدس مع الله سبحانه وتعالى، مش هقول لك يعني كان بمعنى هو خلاص كان، يعني كان وخلص، يعني كان الله غفورا رحيما ده كان، لا ده هو أي نعم كان لكن في دوام وإيه واستمرار. نعم. أمسى. أمسى وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء نحو أمس البرد شديدة. أضحى وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح نحو أضحى السعر رخيصة. أضحى وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى نحو أضحى الفقيه مجتهدا. ظل وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار نحو ظل زيد قائما. بات وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في الليل نحو بات زيد ساهرا. صار وهي للتحويل والانتقال نحو صار الجاهل عالما. صار تأتي من أخوات كان، يعني لها مبتدأ وخبر، اسم وخبر، وتستخدم ناقصة بمعنى ضمة كقوله تعالى فصرهن إليك. فصرهن إليك هنا صرهن دي فعل الأمر، ده ما هو الصر للأخوات كان، لا ده فعل الأمر بمعنى ضمة، يعني ضمهن إليك، هو مفعول واحد وله فعل اللي هو الفعل بتاعه. واضح الكلام؟ كان واحد بيقول لغز يقول لك ايه، ان لي غلاما اورث قلبي قباله قد صار كلبا وقردا وصار بعد غزالا لي بذاك دليل في قول ربي تعالى. تمام. ان لي غلاما اورث قلبي قباله قد صار كلبا وقردا وصار بعد غزالة ولي بذاك دليل في قول ربي تعالى اللي هو قول ايه، فصرهن اليك. هو انت لما تفهم صار بمعنى الانتقال والتحويل، صار كلبا وقردا ظاهرا كده يبقى ايه، تحول الى كلب وتحول الى قرد ثم تحول بعد ذلك الى ايه، الى غزال. لا هو مش المعنى كده، يعني ضم اليه كلبا وقردا ثم ضم اليه غزالا وعلي بذاك دليل وقوله تعالى فصرهن إليك. وصار هناك أفعال تأتي بمعناها فتعمل عملها وهي 10 أفعال. هناك 10 أفعال تعمل عمل صار في العمل إذا جاءت بمعناها، اللي هي إيه؟ آضى، آضى بالضاد فقط، يعني ما فيش بعدها حرف آخر. آض، رجع، عاد، استحال، قعد، حار، ارتد، تحول، غدا، راح. آض زيد مسافرا بمعنى صار زيد مسافرا. رجع، رجعت جالسا.
هنا مش بمعنى، خلي بالك معايا، مش بمعنى رجعت جالسا أي رجعت من السفر جالسا فجالسا تكون حال، أي حالة كوني جالسا، لا، إذا استخدمتها بمعنى صرت جالسا فجالسا تكون خبر مين؟ رجعت، اللي هي بمعنى إيه؟ صرت عادة. كذلك إذا استخدمتها بمعنى صار استحالة، في حديث يقول لك فاستحالت في يده غربا، اللي هي الدل، استحالت غربا أي استحالت هي غربا، فغربا ليست حالا وإنما هي اسم مين؟ استحالة. قعد كذلك إذا صدها معنى صار، حار كذلك، ارتد كقوله تعالى فارتد بصيرا، على إعراب من يعرب بصيرا إن هي خبر لارتد وليست حالا، يعني ليست حالا من الفعل ارتد، وإنما هي اسم مين؟ أقصد خبر لمين؟ لارتد، اللي هي بمعنى إيه؟ صار. وتحول وغدا وراح كقوله صلى الله عليه وسلم أنا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. برضو إذا استخدمت هنا غدا وراح بمعنى إيه؟ بمعنى صار. واضح الكلام؟ فهذه الأفعال إذا جاءت، لأن لك أن تستخدمها بمعنى صار ولك أن تستخدمها على وجهها، فهذه الأفعال العشرة إذا جاءت بمعنى صار فإنها تعمل عمل إيه؟ عمل صار، يعني تكون في المعنى للانتقال والتحويل، وتكون في العمل لها مبتدأ يسمى اسمها ولها خبر يسمى إيه؟ يسمى خبرا. نعم. الحور وليس من الحير. نعم، من الحور وليس من الحير، فماضيها ليست، ليس حرت وإنما حورت، حورت. اقرأ. ليت وهي لنفي الحال. صار. صار وهي للتحويل والانتقال، نحو صار الجاهل عالما. ليت وهي لنفي الحال عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، نحو ليس الصلح قائما أي الآن. ما زال وما فجأ وما برح وما انفك، وهذه الأربعة لملازمة الخبر للمخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال الجود محبوبا وما فتئ العلم نافعا وما برح الجهل مضرا وما انفك الصبر مرا. ما دام وهي لاستمرار الخبر، نحو لا راحة ما دام الاختلاف موجودا، وهذه الأفعال الثلاثة عشرة بالنسبة إلى العمل على ثلاثة أقسام. ما يعمل بلا شرط. حد فيكم حفظ أبيات ابن مالك في كان وفواتها ولا لا؟ حفظت؟ قل. المبتدا اسما على طول ترفع كان المبتدا اسما. أحسنت. حفظ. قول تاني. تاني المبتدا اسما مش المبتدا اسما. وهذه متبع مش متبعة، متبع. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع. نعم. ومثل كان. أحسنت. ها مين تاني يحفظ؟ لا، نحن عايزينكم، نبهنا على هذا أكثر من مرة وقلنا لابد من حفظ هذه الأبيات حتى تكون كان وأخواتها مطبوعة في ذهنك، حتى تكون مطبوعة في الذهن، مش تقعد تفتكر ايه كان وقفاتها، كان ظل بات ما دام في تاني ما برح، واحنا عدينا كان كده، وتقعد تسأل كده. لكن لو انت حافظ
ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحة فاتئة وانفكا وهذه الأربعة لشبه نفي أو نفي متبع ومثل كان دام بس أديك حافظه ممتاز سهول ويجري كده على ذهنك الموضوع في ثواني معدودة وفي أقل من الثواني. أما لو مش حافظ هتتوه على طول توهان، عدم الحفظ معناه التوهان على طول إنك تايه. مش حافظ أبيات الممنوع من الصرف مش عارف إيه ممنوع من الصرف. كلمة أكفاء، أكفاء دي موصوف ولا ممنوع من الصرف؟ وهل هي أكفاء ولا أكفاء؟ أكفاء أو أكفاء، هذه لها معنى وتلك لها معنى، وفي واحدة فيهم مصروفة والتانية ممنوعة من الصرف. ففي كفء كفء وفي كفيف، تمام؟ كفء وكفيف، جمع كفء أكفاء. جمع كفء إيه؟ تقول الطلاب أكفاء، مش الطلاب أكفاء، لأنه أكفاء جمع كفيف. فلو أنك أردت أن تصف الطلاب بأنهم على كفاءة فلا بد أن تقول الطلاب إيه؟ أكفاء، تمام؟ وهذه مصروفة لأن الهمزة أصلية في المفرد، كف يبقى أكفاء. واضح؟ أما كفيف جمعها إيه؟ أكفاء، ممنوعة من الصرف لأن الهمزة زائدة. واضح الكلام؟ يبقى حينما نقول أكفاء مفردها إيه؟ كفيف، مصروفة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. ممنوعة ليه؟ لأن الهمزة زائدة. طب حينما نقول كف جمعها إيه؟ أكفاء. طب وحينما نقول كفيف جمعها إيه؟ أكفاء. طب حينما نقول أكفاء مفردها إيه؟ كف. ده كذب، ده هذا كذب يعني خطأ، لأن أهل الحجاز يستخدمون الكذب بمعنى الخطأ. سيدنا ابن عباس في صحيح البخاري، نوف البكالي في حديث الخضر تحدث، والحديث مشهور وطويل وفي مواضع من البخاري. فلما جم سألوا ابن عباس عن كلام نوف البكالي ده فقال إيه؟ كذب عدو الله. فلكن كذب بمعنى إيه؟ بمعنى أخطأ. فمن الذي يستخدم كذب بمعنى أخطأ؟ أهل الحجاز. وأهل مصر يقولوا كده العامية يعني عشان تنقلها الرسم، أخذ بالك؟ يبقى أكفاء جمع كف، فلا تخطئ وتقول الطلاب أكفاء بمعنى أن هم على كفاءة. لو أنت أردت أن تصفهم بالكفاءة فقلت أكفاء فأنت خلاص كده عميتهم كلهم. واضح الكلام؟ أنا قلت النهاردة أختار لكم كده كم كلمة من الكلمات التي يعني يكسر دورانه على الألسنة وتخطئون فيها، منها أكفاء أو أكفاء، ومنها الفعل أقفل. أقفل، أقفل أي أقفل الباب بالقفل. يبقى فيه خطأين أهو، أقفل نفسه اللي هو الفعل، إحنا بنقول قفل، قفل الباب، تمام؟ يبقى أقفل، الفعل أقفل الباب، أقفله بإيه؟ القفل مش القفل، القفل. تقول فتحت القفل بالمفتاح مش المفتاح، لأن المفتاح اسم آلة على وزن مفعال. يبقى عندي أقفل، أقفل الباب بإيه؟ بالقفل، أقفل بالمفتاح. صف لسان، أقفل الباب بالقفل وفتحت القفل بالمفتاح. تعود لسانك كده. طيب قفل بمعنى رجع، قفل من سفره أي عاد منه أي رجع منه، ومنه تسمى القافلة. يبقى القافلة اللي هي سموها قافلة تيمنا برجوعها. القافلة بتسافر ولا بتعود؟ بتسافر، يعني هي في الأصل بتسافر.
سموها لي قافلة تيمنا واستبشارا برجوعها مرة أخرى. طب الفعل بتاعها أقفل ولا قفل؟ قافلة. يبقى قفل بمعنى إيه؟ راجع. يبقى تقول قفلت من سفري بمعنى رجعت. تقول أقفلت الباب لا قفلت. وتقول الباب مقفل. ليه مقفل؟ لأن الفعل بتاعه الرباعي، الرباعي مش ثلاثي، لأنه لو ثلاثي كان يصاغ على وزن اسم مفعول كان يبقى مقفول. فما تقولش الباب مقفول، الباب إيه؟ مقفل. وكذلك مغلق، لأنه من أغلق، ما تقولش مغلوق. واضح الكلام؟ نعم. نعم صحيح، بس مش اقفل بقى بالقاف. اخد بالك؟ الامر اقفل الباب، المضارع اقفل الباب، يقفل الباب، وهكذا. قفل يقفل من سفره. وده اهو القاعده بتاع حرف المضارعه اللي احنا نبهنا عليها سابقا، وقلنا ان حرف المضارعة يضم اذا كان الفعل رباعيا اقفل، اما اذا كان غير رباعي يعني ثلاثي خماسي ثلاثي يبقى حرف المضارعة نعمل له ايه؟ نفتح. الله يفتح عليك. من ضمن الكلمات كلمة الجرم، هناك جرم بالكسر وهناك جرم بالضم، جرم وجرم. الجرم هو الذنب أو المعصية، ارتكب جرما. أما الجرم هو الحيز، تقول هذا الشيء له جرم، فتقول مثلا جرم سماوي. الجرم السماوي ما هو الجرم السماوي؟ اسمه إيه؟ جرم. فأي شيء له حيز يبقى اسمه إيه؟ جرم. إحنا بقى بنطلق عليه إيه؟ جرم. هذا خطأ لغة. تمام؟ تقول عالم جهبذ، والجهبذ بضم الجيم والباء مش جهبذ، جهبذ ده خطأ، خطأ صرف يعني خطأ محض. الجهبذ هو النقاد الخبير، النقاد الخبير. عالم جهبذ، عالم نقاد، عالم خبير في فنه، جهبذ في الفقه، جهبذ في اللغة، جهبذ في أموره كلها. الجل والجل، الجل مش هو مش جل الشعر، ما حدش فكر ان الجل اللي هو ايه؟ اللي هو الجل يعني، لا. الجل بمعنى العظيم او الكبير، الجل بمعنى المعظم، المعظم. تقول شرحنا جل الكتاب يعني معظم الكتاب، او انتهينا من جل الدروس يعني من معظم الدروس. انهيت جل الامتحانات يعني معظم الامتحانات ولم يبق الا القليل. وتقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه دقه وجله، دقه وجله، دقه يعني صغيره، وجله يعني ايه؟ كبيره او عظيمه. فالجل بمعنى الكبير او العظيم، والجل بمعنى ايه؟ معظم الشيء او المجموع. هناك الحزن والحزن، الحزن والحزن. الحزن اللي هو السهل، الحزن بسكون الزاي اللي هو السهل. نعم نعم. الحزن بسكون الزاي اللي هو ايه؟ اللي هو ضد الصعب. اللهم اجعل الحزن سهلا. يبقى الحزن اللي هو ايه؟ الصعب مش السهل. الحزن اللي هو الصعب ضد السهل يعني.
أنا في الأول عكست يعني. الكلام عكست يعني، جعلت الحزن هي السهل، صفق لسان. بس ده فعلا، ده صفق لسان بالفعل يعني. يبقى الحزن اللي هو ضد إيه؟ السهل، اللي هو الشيء الصعب. تقول اللهم اجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل الحزن سهلا. إذا حركنا إزاي تبقى الحزن اللي هو الحزن، يبقى الحزن اللي هو إيه؟ الحزن. إذن الحزن والحزن بمعنى واحد، الذي أذهب عنا الحزن. إيه الحزن؟ اللي هو الحزن. الحزن بقى اللي هو الصعب. واضح الكلام؟ طيب، كلمة خصائص، حينما نقول الخصائص المحمدية مثلا، إيه مفرد خصائص؟ أهو خصيصة. وإبراهيم يقول خصيصة، هذا هو الصواب، مفرد خصائص خصيصة مش خصيصة، لا مفرد خصائص إيه؟ خصيصة. ماشي، أنا خليها كده، خصيصة خصائص، زي طريفة طرائف، زي جريمة جرائم مثلا يعني. فنقول مثلا هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مش نقول هذه خصيصة، لا مش خصيصة. بعد كده عندي عرض وعرض وعرض. عرض في كلمة، في كلمة سبق عين أو سبق نظر. عرض أو عرض أو عرض، كل حركة لها معنى. العرض بالكسر هو موضع المدح والذم من الإنسان، اللي هو العرض بتاع الإنسان، ولك مسألة العرض والشرف. يبقى العرض بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان. العرض بالفتح هو ما يقابل الطول، العرض والطول، أو مسألة العرض والطلب، أعرض عليك عرضا معينا. أما العرض بالضم هو الجانب، تقول ضربت بهذا الكلام عرض الحائط، وهو ده بقى موضع الشاهد في الكلام، يقول لك ضربت به إيه؟ عرض الحائط، خطأ، ضربت به عرض الحائط. عرض الحائط دي زيها زي إيه في المعنى؟ يقول لك رميت بالكلام دبر أذنيا، اللي هي الكلمة اللي احنا سبناها، مش دبر، 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 رمى بالكلام دبر أذنيا، مش دبر أذنيا، يعني بجانب الأذن، مش الدبر بمعنى الخلف الوراء، لا، ليس، لا يستخدم بهذا المعنى، يستخدم بمعنى إيه؟ الدبر. تقول رميت بهذا الكلام دبر أذني، أو ارمي بهذا الكلام دبر أذنيك، أو اضرب به عرض الحائط. وهذا كله إذا عرفتموه فسيكون ذلك خصيصة لكم، فيجب أن يكون هذا أمرا سهلا لا حزنا عليكم، وتعرفوه كله لا جله، حتى يكون كل واحد فيكم جهبذا كبيرا، فلا ترتكبوا جرما لغويا، بل يكون لكل منكم جرما في العلم. وأقفلوا مغاليق الجهل، وافتحوا قفل الجهل بمفتاح العلم، حتى إذا ما قفلتم من أسفاركم قفلتم وأنتم علماء، فتكونوا طلابا أكفاء. لا أكفاء، ماشي، بس احنا مش عايزين نقول أكفاء، لأن الكفيف بيكون صاحب حافظة إيه؟ خارقة، وهو ليس موضع، احنا مش عايزين يكون كفيف في العلم، مش عايزين يكون كفيف فين؟ في العلم. أكمل.
نعم. هذه الأفعال الثلاثة عشر بالنسبة إلى العمل على ثلاثة أقسام، ما يعمل بلا شرط وهو ثمانية، كان وليس وما بينهما، ما يشترط فيه أن يسبقه إما نفي إما نفي بأي أداة كانت، وإما شبه النفي وهو النهي والدعاء هو الاستفهام. يعني يسبقه، يقول لك يسبقه نفي أو شبه نفي. إيه شبه النفي ده؟ اللي هو إيه؟ النهي والدعاء والاستفهام. يعني هل أدي استفهام، دعاء، أي كلمة جملة دعائية، وكذلك في النهي، لا النهية أو ما النهية، لا زال ما زال كده يعني. الفرق بين زال اللي هي مضارعها يزال، وزال اللي مضارعها يزول. زال اللي هي مضارعها يزول بمعنى يزول الشيء، ينتهي، زال يزول. أما زال يزال بمعنى يستمر، اللي هي من أخوات كان زال يزال، عكسها إيه في المعنى؟ زال يزول. تمام؟ لا يزال المرء قارئا حتى يزول عنه الجهل. أهو استخدمنا الفعلين، لا يزال المرء قارئا حتى إيه؟ يزول عنه الجهل. ففي زال اللي هي مضارعها يزال، وفي زال اللي هي مضارعها إيه؟ يزول. ففرق بينهما في الاستخدام. لما هنجزم يزال، لما نجزمها هتبقى لم يزل. يزول لما نجزمها تبقى إيه؟ لم يزل. حينما نجزم الفعل يزول ده هيبقى لم إيه؟ يزل. أما يزال لم يزل. نعم. وذلك أربعة أفعال، زال وفتئ وانفك وبرح، وإنما اشترط فيها ذلك لأن معناها النفي، ونفي النفي إثبات. نعم. ما يشترط فيه تقدم من مصدرية، تقدم المصدرية، لأن هنا تقدم نائب الفعل يشترط. نعم. تقدم ما المصدرية الظرفية، وهو دام خاصة. مثال كان قولك كان زيد قائما، فكان أسرع، لأن كلها أمثلة في أسرع فيه. فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها ومرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبرها ومنصبها خبرها اسمها وانت ماشي كده على طول، خبرها اسمها وأصبح، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسميت ناقصة لاستقرارها إلى خبر منصوب. وكذلك القول في بقية، تقول أمس زيد فقيها، فأمس فعل ماض ناقص وزيد اسمها وفقيها خبرها وأصبح. احنا بنقول إن الأفعال دي فعل ماض ضل ناقص ناسخ، ماض لأنه في المضي، ناقص لأنه لا يكتفي بمعمول واحد، وإنما لابد له من معمولين، يعني مرفوعين المبتدأ والخبر. ناسخ يعني إيه؟ بينسخ المعنى. زيد قائم، كان زيد قائما، زيد عالم، كان زيد عالما، أخذ بلد، وهكذا. وكذلك القول في باقيها، تقول أمس زيد فقيها، فأمس فعل ماض ناقص وزيد اسمها وفقيها خبرها، أصبح عمرو ورعم، فأصبح فعل ماض ناقص وعمرو اسمها ورعم خبرها، وأضحى محمد متعبدا، فأضحى فعل ماض ناقص ومحمد اسمها متعبدا خبرها، ظل بكر ساهرا، فظل فعل ماض ناقص وبكر اسمها وساهرا خبرها، وبات أخوك نائما، فبات فعل ماض ناقص وأخوك اسمها ومضاف إليه ونائما خبرها، وصار السعر رخيصا، فصار فعل ماض ناقص والسعر اسمها ورخيصا خبرها، وليس الزمان منصبا، فليس فعل ماض ناقص والزمان اسمها منصبا خبرها، وما زال الرسول صادقا، فما نافيه وزال فعل ماض ناقص والرسول اسمها وصادقا خبرها، وما فرئ العبد خاضعا، فما نافيه فرئ فعل ماض ناقص والعبد اسمها وخاضعا خبرها، ومن فك الفقيه مبتدا فما نافيه، ومن فك فعل ماض ناقص والفقيه اسمها ومبتدا خبرها، ومن برح صاحبك متبسما فما نافيه، ومن برح فعل ماض ناقص وصاحبك اسمها ومضاف اليه ومتبسما خبرها، ولا اصحابك ما دام زيد مترددا اليك فما مصدريه ظرفيه، ودام فعل ماض ناقص وزاد اسمها مترددا خبرها، وسميت ما هذه ظرفيه لنيابتها عن الظرف وهو المده، ومصدريه لتاولها مع صلتها بمصدر، والتقدير مده دوامه مترددا اليك. وكان القول فيما تصرف منها من المضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول، وكذا المصدر على راي الكوفيين، فتقول فعل مضارع كان يكون زيد قائما، فيكون فعل مضارع ناقص وزيد اسمها وقائما خبرها، وتقول في الامر كن قائما، فقم فعل امر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت وقائما خبره، وتقول في اسم الفاعل مع محمد كائن ابوه قائما، فمحمد مبتدا وكائن خبره، واسم الفاعل كان ناقصا وابوه اسمه مضاف اليه وقائما خبره، وتقول في المصدر عجبت من كون زيد قائما، فكون المصدر كان ناقصا، وزيد ما
مجرورهم بالإضافة وموضوعه رفع على أنه اسمه اسمه على أنه اسمه وقائما مجرورهم نعم. وقيل لا مصدر للناقصة وقيل على ذلك ما تصرف من أخواتها وكلها يجوز استعمالها تامة إلا ثلاثة ليس وفرئ ودالة فإنها ملازمة للنقص تامة يعني إيه؟ تامة يعني لها فعل واحد يعني لما تعربها تعربها فعل وفاعل هذه معنى استخدامها تامة معنى استخدامها تامة يعني تستخدم زي أي فعل عادي فعل وفاعل ده معنى كلمة إن كان تامة ولا ناقصة أو أخواتها تامة ولا ناقصة هي في الأصل تامة ولا ناقصة ناقصة يعني ناقصة يعني عايزة مفعولين مبتدا وخبر طب أحيانا تأتي تامة أحيانا على حسب استخدامها في الجملة وبضوابط نعرفها بعد ذلك في كتاب أطول من هذا أو أوسع من هذا لكن ما لابد أن تعرفه الآن أن هذا استخدام تامة وناقصة وإيه معنى تامة وإيه معنى ناقصة وأحيانا تحذف كان ويحذف اسمها ولا يبقى إلا الخبر وأحيانا كده بعد إن ولو بعد إن ولو تحذف كان واسمها قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد خاتما هنا إعرابها إيه خبر لكان واسمها المحذوفين بعد لو تمام ويحذفون ها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر تمام تقول إيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن خيرا خيرا ده إعرابه إيه خبر لكان واسمها المحذوفين تمام إن كان هو خيرا فخير طب فخير الثانية دي إعرابها إيه جواب لإن لكنه علشان اسم قرن بالفاء وكان ذا اللي هو محذوف هو فعل الشرط فعل الشرط إن بتحتاج إلى فعل الشرط وجوابه تمام أحيانا الجواب يقترن بالفاء لما يكون اسم إن جاء زيد فخير مثلا واضح الكلام طيب يبقى إن خيرا فخير وإن شرا فشر إعراب شر وخير هنا إيه إن شرطية خيرا خبر كان واسمها المحذوفين فخير جواب لمين لإن إن الشرطية طب وفين فعل الشرط كان المحذوف طب وإن شرا فشر زيها بالضبط إن شرطية شرا خبر لكان واسمها المحذوفين وفشر اللي هي الأخيرة دي جواب لمين لإن طب وفين الشرط فعل الشرط كان المحذوف واضح الكلام كده وتكون وتكون عند التمام أفعالا قاصرة أي غير ناصبة للمفعول به ومعانيها مختلفة فمعنى كان وجد ومعنى ظل أقام نهارا ومعنى بات أقام ليلا ومعنى أضحى وأصبح وأمسى دخل في الضحى والصباح والمساء ومعنى برح وانفك انفصل ومعنى دام بقي مش بقى بقي بقي نعم السادس السادس من المرفوعات خبر إن وأخواتها اعلم خبر إن وأخواتها نعم اعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر تشبيها بفعل تشبيها بفعل تقدم منصوبه على مرفوعه وهي ستة أحرف ستة وهي ستة أحرف أحرف ستة أحرف مضاف ومضاف إليه وهي ستة أحرف إن المكسورة مكسورة الهمزة إن المكسورة الهمزة لأنها صفة الإن وإن هنا على أساس إن هي مبتدأ لخبر محذوف أو هي الخبر للمبتدأ السابق يعني هي إن المكسورة وهي لكن وهي ليس وإنت ماشي كده على طول إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة وكأن ولكن وليس ولعل ومعانيها مختلفة فإن المكسورة وأن المفتوحة لتوكيد النسبة ورفع الشك عنها والإنكار لها والإنكار يعني رفع الشك ورفع الإنكار نعم والإنكار لها ومعنى كأن التشبيه وهو الدلالة وهو الدلالة على مشاركة دلالة ولا دلالة لها كم لها كم ثلاثة تميل إلى كده وجهان فقط
فيها كم وجه الدلالة؟ كلمة الدلالة فيها كم وجه؟ كلمة الدلالة فيها كم وجه؟ قلنا هذا الكلام من قبل. طيب ما تسمعوني كده، فيها ثلاثة أوجه، أعلاها الفتح ثم الكسر ثم الضم. نعم. وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، ولكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام ورفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. يتوهم، ده ماضي مبني مجهول، يبقى ثبوته علشان ده نائب فاعل، أو نفيه معطوف على ثبوته، يبقى كلاهما بالضم بالرفع. نعم. ما يتوهم ثبوته أو نفيه، وليس للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، ولعل للترجي وهو يعني الشائع أن ليت تأتي طلب مستحيل، هذا غير دقيق، هذا غير دقيق، ليت تأتي للمستحيل. نعم. وتأتي لما هو جائز لكن فيه عسر، يعني ليس يعني ليت ليست دائما من باب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. تمام؟ مش دائما من هذا الباب، يعني يقول لك ليت للمستحيل، لا، ليت تأتي للمستحيل. نعم. وتأتي أيضا للجائز الذي فيه مشقة وعسر، مش عايز أقول يعني ليتكم تذاكرون، لكن خليها لعلكم تذاكرون عشان تأتي للترجي. نعم. ولعل للترجي وهو طلب الأمر المحبوب. الأمر المحبوب، لعلكم تذاكرون. نعم. تقول إن زيدا قائم، وبلغني أن زيدا قائم، فإن بالكسر في الأولى وبالفتح في الثانية حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها وقائم خبرها، وتمتاز أن المفتوحة أن مش أن. إيه الفرق بين أن وأن؟ واحد يرفع إيده كده، إيه الفارق بين أن وأن؟ ما الفارق بين أن وأن؟ أي واحد حافظ الأبرومية هيجيب هذا السؤال. ليه هيجيب هذا السؤال؟ عشان هيكون عارف إن أن من أخوات إن، وإنه أن من نواصب المضارع، واضحة. لكن لو مش حافظ يبقى على طول هتبقى إيه؟ تايه. مش حافظ يبقى تايه. ايه انا وانا يا عم؟ مش هما اتنين واحد؟ مش هما اتنين ولاد عم؟ مش كلاهما مصدريه؟ هما كلتاهما حرف مصدري، صح، لكن دي خاصه بايه وهذه خاصه بايه؟ هو ده الكلام، انك حافظ نواصب المضارع ان ولن واذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى الى اخره اللي احنا بنقوله عشرات المرات. وان لان ان ليت لكن لعل كان عكس مالي كان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن ذو أحقاد علي، وعارف أنه كفء. نعم. وتمتاز أن المفتوح، احفظوا يا شباب احفظوا، أنا لا أشك أنكم تذاكرون، ما عنديش شك في كده، لكن لابد من التكرار. التكرار يعني قراءة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة لا يكفي، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، والتكرار بالليل وبالنهار والصباح والمساء في النوم واليقظة، التكرار ثم التكرار، هو التكرار الذي يجعل المعلومة حاضرة ثابتة تستحضرها متى شئت. نعم. وتمتاز أن المفتوحة بكونها لا بد أن يطلبها عامل كما مثلنا، بخلاف المكسورة وتقول كأن زيدا أسد، فكأن حرف تشبيه ونصب، وزيدا اسمها وأسد خبرها، والأصل إن زيدا كأسد، فقدمت الجاف على إن ليدل الكلام من أول الأمر على التشبيه كما في أخواتها، وتقول قد قام الناس لكن زيدا جالس، فلكن حرف استدراك وزيدا مش لكن، برضو نفس الخطأ، لكن ولكن كلاهما معناه الاستدراك، لكن من أخوات إن. طيب ولكن؟ لكن من حروف العطف. إيه حروف العطف؟ الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع. إحنا مش قلنا قبل كده إنه الأزهرية شرح الأبرومية؟ طيب ما هو ما من موضع يأتي فيه الحديث عن التطبيق العملي، إن إحنا نأخذ الأبرومية ما يناسب أن نجعله فين؟ في الأزهرية. فكلا الكتابين لا يستغني أحدهما عن الآخر. نعم.
فلكن حرف استدراك وزيد اسمها وجالس خبرها وتقول ليت الحبيب قادم فليت حرف تمني والحبيب مش تمني اهو تمنن نعم والحبيب اسمها وقادم خبرها وتقول لعل الله راحم فلعل حرف ترك والله اسمها وراحم خبرها اذا دخلت ما الكافة على إن أخواتها كفتها عن العمل ما اسمها ما إيه الكافة إن فأصبحت إنما زيد قائم تبقى إن زيدا قائم حط ما على إن تبقى إنما خلاص كاف ومكفوف وزيد قائم مبتدأ وخبر كأن زيدا قائم حط ما كأنما زيد قائم مبتدأ وخبر وكأن كف مكفوف فلما تقرأ يقول لك كأنما كف مكفوف تعرف كف مكفوف دي يعني ايه ما اللي هي دخلت على إن ومين إن وأخواتها فإن وأخواتها لما تخش عليها ما بيسموها كف وإيه كف مكفوف كاف ومكفوف كاف اللي هو مين ما والمكفوف اللي هو إن وأخواتها باب ظن واخواتها كده سريع عشان الظهر باب ظن واخواتها وباب تسليم النواتي ببيان ما ينصب المبتدا والخبر مفعولين وهو ظننت واخواتها وهي تنصب المبتدا مفعولا اولا والخبر مفعولا ثانيا وهي تبعد افعال ظننت وحسبت وزعمت وخلت وعلمت ورايت ووجدت فالاربعه الاولى تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني والثلاثه الباقيه تفيد تحقيق وقوعه طبعا زعمت المشهور انها تاتي للقول المشكوك فيه لكنها ايضا تاتي للقول المحقق يعني زعم يغلب عليها أن تأتي للقول اللي هو المشكوك فيه يعني اللي هو القول يعني الباطل زعم الذين كفروا ألا يبعثوا لكن أيضا تستخدم زعم بمعنى القول إيه المحقق تستخدم هكذا وهكذا نعم تقول ظننت زيدا قائما فظننت فعل وفاعل فعل ظن والفعل ضمير متكلم هو التاء وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني وتقول حسبت عمرا مقيما فحسبت طب ليه ما تنفعش عمرا لأنه هو عمرو يا سلام على الجواب صح طب إيه اللي عرف إنه هو عمرو يطلع يمكن يطلع هشام في الآخر يا سلام تحذف الواو طب ما هي عمرو برضو محذوفة الواو لو خليناها عمرو حط ألف ده علامة على إيه على ماشي يعني برضو ما لسه لم يصب أحد كابد الحقيقة إيه صح لو كانت عمر ما ينفعش عمرا ابدا خالص لان عمر ممنوع من الصرف ليه العلميه وايه والعدل وقلنا ان العلم طالما على وزن فعل يبقى ممنوع من الصرف العلميه والعدل وقلنا ان كام لفظه على وزن فعل طب ما زود واحده قلنا ان هناك 15 لفظه 15 لفظه عن العرب مسموعة على وزن فعل عمر كثم زفر هذل زحل قزح هبل إلى آخره كل هذه الأسماء كل هذه الأعلام ممنوعات من الصرف للعالمية وإيه والعد العالمية والعد نعم فحسبت فعل وفاعل وعمر المفعول الأول ومقيم مفعول ثاني وتقول زعمت راشدا صادقا فزعمت فعل وفاعل ورشيد مفعول الاول وصادقا مفعول ثاني وتقول خلت الهلال لائحا فخلت فعل وفاعل والهلال مفعول الاول ولائحا مفعول ثاني وتقول علمت مستشارا ناصحا فعلمت فعل وفاعل والمستشار مفعول الاول وناصحا مفعول ثاني وتقول رايت الجوز محبوبا فرايت فعل وفاعل والجوز مفعول الاول ومحبوبا فعل ثاني مفعول ثاني وتقول وجدت الصدق منجيا وما اتبع ذلك من ينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر بخلاف نحو اعطيت زيدا زيدا درهما اهو اعطيت اللي احنا قلنا عليها في بدايه الدرس اللي هي اعطى ومنح وكسى وحرم وما إلى ذلك من أمثال هذه الأفعال اللي هي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فإنه ليس من النواسخ لأن مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر إذ لا يقال زيد درهم لا يقال زيد درهم يعني لا يقال زيد درهم يعني أنت بتقول أعطيت زيدا درهما وتقول زيد قائم لا يصلح أن تقول زيد درهم في المعنى لكن يصلح أن تقول زيد إيه قائم عشان كده بتقول أعطيت زيدا درهما ينفع
يعني هي بتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، دي تمشي ودي تمشي. نعم، اقرأ كده التوابع فقط، يعني نقف على النعم، ولا أقول لك خليها كلها إيه المجلس القادم يوم الخميس إن شاء الله، موعدنا بعد غد في نفس الموعد في 9 صباحا. وأنا أوصي إخواني من طلبة العلم الذين يواظبون معنا على الحضور إنه طالما أنت هتيجي تحضر الدرس يبقى تأتي مبكرة من 9، لأن هناك كلاما نقوله يفوتك، والكلام كله مبني بعضه على بعض، مبني بعضه على بعض، قواعد التي نقولها مبني بعضه على بعض. فإذا ما أتيت بعد الدرس بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، يعني هو الدرس بيطول شوية مدة 3 ساعات، فأنت إذا ما طال الأمر وجئت مثلا في 10 أو 10:30 فاتك نصف الدرس، ففاتتك أشياء كثيرة لابد من معرفتها ولابد من